الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. النهارده مباراه الاهلي وطلائع الجيش في ختام الجوله 30 من الدوري الممتاز واللي هتلعب بمشيئه الله باستاد القاهره. طبعا دي مش مقدمه مكرره ولا حلقه معاده، لان احنا فعلا كنا بنلاعب طلائع الجيش الاسبوع اللي فات، لكن الاسبوع اللي فات المباراه دي كانت مؤجله من الاسبوع ال 13 في الدوري الممتاز من ضمن مؤجلات النادي الاهلي لاسباب مختلفه. في البدايه قبل ما اتكلم عن اي حاجه بتقدم بخالص العزاء في وفاه الراحل كابتن احمد رفعت لاعب مودرن سبورت اللي رحل عن دنيانا يوم السبت اللي فات في خبر يعني وجعنا كلنا. كل اللي في الوسط الرياضي، بالعكس كل الجماهير، كل الشعب. توجعنا جامد جدا جدا جدا، ربنا يرحمه. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اسرته الصبر والسلوان. ربنا يرحمك يا احمد ويصبر اهلك وكل محبيك. ندخل على المباراه على طول. النهارده مباراه كعاده مباريات النادي الاهلي دايما، يمكن الفتره دي عشان المباريات مضغوطه جدا، كل يومين ثلاثه مباراه، ففتره صعبه جدا. كل ماتش للنادي الاهلي خلاص ما تقدرش تقول ايه ان في اريحيه في المباريات، في اريحيه انك انت في تعويض، لو تعادلت النهارده لا ممكن لا مفيش. مسيره صعبه، النادي الاهلي بيدفع ضريبه بطولاته في وقت صعب جدا في نهايه الموسم، ولكن هي دي ضريبه البطل. مسيره صعبه في الدوري، النهارده امام طلائع الجيش. من اسبوعين او من اسبوع بالظبط زي ما قلت لحضراتكم احنا لعبنا طلائع الجيش، مباراه كانت من جانب واحد، ولكن حد يقول لي طيب النهارده هتبقى المباراه من جانب واحد؟ هنتكلم في الموضوع ده، بس قبل ما نتكلم عن تفاصيل المباراه تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي من مقر الاقامه يطمنا عن الفريق قبل مغادره الفندق الى استاد القاهره. اتفضل يا كريم. كل التحية والتقدير ليك كابتن ايمن شوقي، وكل التحية لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. يا رب النهارده ان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط مهمين جدا. يمكن النادي الاهلي بضغط رهيب، توالي مباريات، بيحقق انتصارات بشكل رائع، بيخطو خطوات ثابته للامام، لكن النهارده الحقيقه مباراه مختلفه بشكل كبير جدا، واحده من المباريات المهمه اللي ان شاء الله باذن الله محتاجين الروح الكبيره اللي معروفه عن النادي الاهلي والاصرار الكبير اللي احنا عارفينه، لان هي بتسبق مباراه اهم وهي مباراه بيراميدز، لكن اللي معودنا عليه النادي الاهلي بجهازه الفني بقياده مستر كولر ان انت مباراه بتقدر تحضر لها، بتخطو خطوه ثابته للامام، بتقفل صفحه المباراه الماضيه وبتبدا تبص على المباراه القادمه. عشان كده ان شاء الله النهارده بنتمنى يكون التوفيق معانا. التحضير بيكون صعب يا كابتن ايمن، اتكلمنا في كده اكتر من مره، مفيش وقت، ضيق الوقت الحقيقه، ما تقدرش ان انت غير تعمل ريكفري. يمكن مستر كولر في قرار كان رائع الحقيقه ان انت تدي 48 ساعه. الناس ممكن تختلف شويه في هذا الامر، لكن الحقيقه في ظل هذا التوقيت لابد ان انت تفصل شويه بلغه الكوره. انت عارف يا كابتن ايمن، انت كنت نجم نجوم النادي الاهلي وعارف لابد يكون في فصل حتى ولو يعني ايام قليله جدا عشان ترجع برغبه كبيره ومتجدده وبروح كبيره المعروفه عن النادي الاهلي، لان المشوار لسه طويل. النادي الاهلي بيحقق اداء مميز في ضغط كبير بنتيجه بتكون رائعه، بتكسب ثلاثه بتكسب اربعه، لكن كل مباراه بيكون ليها تفصيله صغيره هي اللي بتفتح لك المباراه. لو قارنا المباراه الماضيه او المباراه الاخيره بين الاهلي وطلائع الجيش هتلاقي نتيجه كبيره، نتيجه 4-0، النادي الاهلي انهى الشوط الاول بنتيجه 3-0. النهارده ممكن نشوف سيناريو مختلف تماما، عشان كده ان شاء الله النهارده يكون مستر كولر محضر لهذه المباراه. في عدد من اللاعبين بتريح، في عدد من اللاعبين لسه يمكن ما دخلتش في الاجواء الخاصه بالفنيات او التكتيك او كده، على راسهم بيرسي تاو، النهارده بيريح الشناوي ورامي ربيعه، مع ايضا كمان لاعبين خارج القائمه اللي هي الرؤيه الفنيه سواء كهربا او كريستو او محمود متولي، لكن الراجل بيحاول ان هو الجاهز يكون متواجد في القائمه، بيحاول يريح بعض اللعيبه عشان المشوار زي ما بنقول طويل، في تلاحم كبير جدا، لكن يا رب ان شاء الله النادي الاهلي كعادته بالقوه الكبيره المعروفه عنه، بالتركيز الكبير، بانكار الذات المعروف عن كل لاعبي النادي الاهلي، نقدر ان شاء الله النهارده نحقق نتيجه مهمه جدا هنساعدنا بشكل كبير في الوصول الى القمه، ومنها ان شاء الله باذن الله الحصول على لقب بطوله الدوري العام، اللقب المحبب لكل جمهور النادي الاهلي. كالعاده طبعا يا كابتن ايمن بنحاول نطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله اللاعبين، مدى الجديه الكبيره اللي في عيون اللاعبين. لعيبه النادي الاهلي
معتاد طبعا المعسكر المعتاد قبل المباراه ب 24 ساعه، الامور الاعتاديه بالنسبه للفطار الغداء المحاضره الفنيه الاخيره اللي بياكد فيها اكيد مستر كولر على نقاط مهمه جدا، بتكون محاضره مهمه كالعاده في فندق الاقامه لان هي اللي بيبدا يشرح فيها بشكل مفصل، لكن محاضره طبعا السريعه اللي بتكون في الملعب بتكون بسيطه جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله محتاجين من لعيبتنا تكون في قمه تركيزها، كل واحد يكون حافظ بشكل كبير جدا الدور اللي مطلوب منه النهارده. ممكن تشوف في كل مره بعض اللاعبين بتشارك في اماكن غير اماكنها، لابد الكل يكون جاهز، الراجل بيحاول ان هو يوظف كل اللعيبه في اماكن مختلفه على اساس ان السكواد يفضل مكمل حتى نهايه الموسم ما يبقاش عندنا اي اصابات. الحمد لله يمكن هو بيرسي تاو بس اللي كان مصاب خلال الفتره اللي فاتت، يمكن علي معلول مصاب لكن مطول شويه، بيرسي تاو الحمد لله شارك في التدريبات الجماعيه لكن شارك باجزاء بسيطه، وزي ما بنقول في تأني بيكون مهم جدا على كل اللعيبه اللي بترجع من اصابات وتحديدا كمان بتكون العضله الخلفيه. ان شاء الله باذن الله كالعاده كابتن ايمن نكون مع كل جمهور النادي الاهلي، بننقل كل الاجواء الخاصه بمباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش الجوله 30 على استاد القاهره في تمام الساعه 7 هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، نوصل نشوف الاجواء الطقس الحقيقه الحار جدا اللي بيكون في هذا التوقيت. جمهور النادي الاهلي النهارده اللي عليه دور كبير كالعاده في الهتاف والمؤازره والحماس الكبير جدا، ان شاء الله باذن الله كل الاجواء والظروف والمناخ تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي للحصول على 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا في مشوار بطوله الدوري العام. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كريم نقل لنا الاجواء، طبعا هو اتكلم عن الفتره الصعبه، الفتره دي فتره المباريات المضغوطه، وفكر مستر كولر في التعامل في الفتره دي مع اللاعبين والتحضير لكل مباراه. احنا لما بنخلص مباراه بتحس ان في عبء كان الواحد شايله او المدير الفني شايله او اللعيبه شايله وخلصت منه، نبص بقى على اللي بعده. بس احنا دايما بنبص على حاجه واحده بس، الفوز. الحمد لله رب العالمين الفتره اللي فاتت كلها ال 11 مباراه المتتاليه في المضغوطه النادي الاهلي كسب ال 11 مباراه. النهارده ان شاء الله يكون باذن الله الفوز رقم 12 في الدوري المتتالي هذا الموسم من اجل ان شاء الله الوصول لقمه الدوري زي ما احنا متعودين، لان الاهلي دايما اتعود ان هو يبقى نمره واحد فقط، بيلعب على البطوله فقط. خليني اتكلم عن الكلام اللي قاله كريم. كريم اتكلم عن جاهزيه اللعيبه، عن ان مستر كولر كل ماتش بيحضر دوافع جديده، بيحضر حوافز جديده، لان برضو خلي بال حضراتكم لما بنتكلم على ماتشين كل ماتش كل يومين ثلاثه، لا هيجي لك وقت من الاوقات انت بتشعر حتى غير الاجهاد بتشعر بالملل. هو بعد المباراه اللي فاتت يمكن في ناس اختلفت كتير مع مستر كولر ازاي في وسط الماتشات وبين ماتش والتاني 3 ايام تدي يومين اجازه. لا، اللعيب محتاج يريح شويه، خصوصا احنا في نهايه الموسم، فاليوم او يومين اجازه مش هيفرقوا كتير في النواحي البدنيه. فبالعكس هو ريح اللعيبه يومين، امبارح اتمرن تمرين خفيف، النهارده بيلعب ماتش، وزي ما بنشوف حضراتكم مع حضراتكم ان مستر كولر بيعمل عمليه التدوير كل مباراه. في 2-3 يريحوا، 2-3 يدخلوا، في 2-3 بتبقى يعني حاجات غصب عنه، اللي بيتوقف واللي بيتصاب، ففتره صعبه جدا جدا جدا، محتاجه تركيز شديد، محتاجه هدوء زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت من اللعيبه، ومحتاجه طبعا تركيز شديد جدا جدا من المدير الفني، واهم من كل ده عامل التوفيق من عند ربنا. النهارده خليني نتكلم بقى في الكوره. لو اتكلمنا في الكوره واتكلمنا عن ماتش الاهلي وطلائع الجيش اللي من اسبوع، اللي كانت مباراه من جانب واحد والنادي الاهلي كسب 4-0 وضيع زيهم، لو احنا اتكلمنا كده هنقول الماتش سهل، بس هي الكوره مش كده، بدليل انك في بعض المباريات بتكسب مكسب سهل، والماتش التاني لما بتلعب فرقه ممكن تكسب بالعافيه او العكس. يعني احنا شفنا مثلا ماتش الاهلي والداخليه الاولان، الماتش الاول النادي الاهلي كسب في الدقيقه 84 بتسديده من عمرو السوليه، كان الماتش 1-1 والنادي الاهلي كسب فوز صعب في الدقيقه 84. بعديها ب 13 يوم يعني اقل من اسبوعين لعبنا الداخليه مره تانية، كسبنا 4-1 اللي هي المباراه اللي فاتت، وكانت مباراه من طرف واحد. فمش شرط، لو اتكلمنا عن الفنيات، لا، النادي الاهلي خلينا بقى نتكلم بجد شويه او نتكلم بواقعيه شويه. من وجهه نظري ان
النادي الاهلي لعبته هي الاجهز، هي الاجهز على فرق الدوري كلها، يمكن يجي معاها بعديها بيراميدز او يجي معاها بيراميدز الفتره دي، ولكن بيراميدز فرق مع حاجه كبيره جدا جدا جدا. لما خرج من بطوله انديه افريقيا ابطال الدوري فرقت معاه كويس قوي 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 قوي، بقى عنده اريحيه، بقى عنده تركيز في مسابقه واحده بس اللي هي مسابقه الدوري، فتركيزه كله كان في المسابقه دي، فده فرق معاه قوي. النادي الاهلي كمل وكمل لحد الاخر، فدي كلها كانت ضغوط. لما ابتدى يرجع النادي الاهلي بقى مطالب علشان يوصل لبيراميدز، بقى مطالب ان يكسب كل ماتشاته المؤجله، وكمان بيراميدز شغال كويس في الدوري فبيكسب، فانت لازم كمان ما تضيعش نقطه في الماتشات اللي مش متاجله. يعني النادي الاهلي مطالب، هو مطالب كالعاده، يعني النادي الاهلي طول عمره بيلعب على كده، بس المقصود هنا ايه؟ ان انت كل ماتش لازم تكسب، لان مفيش فرصه انك تعوض، مفيش فرصه انك تعوض، احنا خلاص في المرحله الاخيره ومعاك منافس بيكسب، فلازم في البدايه نكسب ماتشاتنا المتاجله، وكمان معاها لما بيطلع لنا ماتش وبعدين ماتش مؤجل وبعدين ماتش يتلعب في الاسبوع بتاعه اللي هو 30 مثلا النهارده، لازم تكسب. هتكسب ماتشات متاجله وماتشات العاديه اللي هي في ترتيبها العادي، فده كله ضغط على لعيبه النادي الاهلي. بس لو اتكلمنا، بقول لحضراتكم فنيا لعيبه النادي الاهلي هم الاجهز فنيا، الفروقات بينهم وبين غالبيه الانديه، غالبيه الانديه ما كانتش كلها، لا الفروقات لصالح النادي الاهلي على الورق وفي الملعب، على الورق وفي الملعب. لو اتكلمنا على اللي في الملعب زي الماتش بتاع طلائع الجيش من اسبوع، هنقول لا ده النادي الاهلي ينزل يكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة، ده لو هي كرة كده، يعني هي كرة مش كده طبعا. لو اتكلمنا بعقلانية شوية هنقول لا مفيش استهتار، مفيش استهتار، مش عشان كسبانين اربعة من اسبوع طلائع الجيش يبقى النهاردة ممكن نكسب اربعة خمسة ستة زي ما احنا عايزين، يبقى الماتش سهل، يبقى الهدوء، ومش هنقول استهتار، بعض الدلع ممكن يتسرب لنفوس اللعيبه فتنزل يعني محضره نفسها قبل الماتش تحضير مش كويس على اساس ان انت نازل الماتش تكسب تكسب. لا الكره مش كده، او الكره علمتنا انها مش كده. انما بقول لحضراتكم لو اتكلمنا فني، هل طلائع الجيش، طلائع الجيش عنده مشاكل كتير دفاعيه وهجوميه، واضح يعني في المباريات الاخيره عنده مشاكل كتير، هل يقدر عبد الحميد بسيوني المدير الفني في الاسبوع ده يصحح الاخطاء؟ عمليا لا، عمليا لا. طب ايه اللي يخوفني من ماتش زي طلائع الجيش؟ وايه اللي ممكن يختلف عن الماتش اللي احنا لعبناهم فيه من اسبوع؟ انا ببقى قلقان شويه من ان لعبتنا تكون مطمنه انها هتكسب الماتش ده، لأنها كسبت من أسبوع 4-0. فأنا ببقى قلقي زي قلق معظم جماهير النادي الأهلي من إن اللعيبة يتسرب لها حتة الهدوء زيادة عن اللزوم، إن أنت الأعلى فنياً، إن أنت الأجهز الفترة دي وأنت كسبان من أسبوع طلائع الجيش 4، فأنت تنزل عامل حسابك على إيه؟ التلاتة وأنت خلاص إحنا واخدينهم واخدينهم. هي دي اللي تقلقني. إنما فنياً ما قلقش. ولما بنتكلم عن صعوبات المباريات برغم الفرق الفني، ما هتقول لي انت عمال تتكلم عن كل ماتش صعب، كل ماتش صعب، كل ماتش صعب، وفي الاخر جاي تقول لي ان في فوارق فنيه بين النادي الاهلي وبين اي نادي. ايوه مظبوط، في فوارق فنيه كبيره جدا، بس اللي انا بقلق منه الاجهاد، الاصابات، الراحه شويه، ان انت كسبان فرقه وشايف ان الفروقات الفنيه عاليه بينك وبينها فتنزل مريح شويه. لا انا اقلق من الحته دي. أنا كجماهير أو إحنا كجماهير بنقلق من الحتة دي. وطالما اتكلمت عن جماهير النادي الأهلي لازم أشيد بدور جماهير النادي الأهلي الفترة دي اللي زادوا وعيها جدا 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 جدا. منين؟ من اللي بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع اللي لو مشينا وراها هنلاقي مش 90%، 99.9 من 10 من اللي بتحطوا المواقع دي
علشان تثير البلبلة، لأنها شايفة النادي الأهلي شغال كويس وماشي في سكته كويس، فعايز يعمل لك أي حاجة تعطلك، عايز يعمل لك أي حاجة هتعطلك. هو مش فارقة معاه، إنما اللي فارق معاه إيه؟ إن أنت ما تكملش وما تاخدش الدوري. إن أنت ما تكملش وما تاخدش الدوري، ما هو شايفك ماشي زي الصاروخ بسم الله ما شاء الله، وخلاص راجع لمكانك، طب أعمل إيه؟ أبتدي بقى الإشاعات اللي إحنا بنعملها كل سنة أو اللي إحنا بنشوفها كل سنة. يعني لو بصينا على الإشاعات اللي هي شغالة بقالها شهر وشوية ولا شهرين وشوية عشان توقف النادي الأهلي، سواء كان في بطولة إفريقيا اللي إحنا خدناها الحمد لله رب العالمين، وكمان لما رجعنا لبطولة الدوري، تلاقي إيه؟ كل يوم والتاني تلاقي واحد ماشي من لعيبة النادي الأهلي. تلاقي واحد ماشي، يعني طاهر فوجئنا بيه إنه بيلعب في حتة تانية. أحمد عبد القادر مرة في تركيا وفوجئنا بيه مرة تانية في روسيا. وراحوا وخلاص وهيوقعوا. وكمان في لعيبة جديدة خلاص تقريبا وقعوا وجايين للنادي الأهلي. لو حسبتوا اللعيبة دي هتلاقي أكتر من 30 40 لعيب. أكتر من 30 40 لعيب، إذا كان هي القايمة لوحدها كلها على بعض 30 لعيب. يعني لو بصينا على الأخبار وشفت اللعيبة اللي ماشية واللعيبة اللي جاية، ده النادي الأهلي هيأيد دول منين؟ وهيأيدهم في إيه؟ والترشيحات دي كلها بناءً على إيه؟ اللعيبة اللي هتنضم للنادي الأهلي ده بناءً على إيه؟ يعني خلى الواحد يشك. كل يوم والتاني لعيب جديد جاي، كل يوم والتاني لعيب جديد ماشي، لعيب جديد ماشي. والغريبة مش الغريبة بقى، إن ربنا يخذلهم معظم اللعيبة اللي كتبوا عليهم ان هم مشيوا، ان مستر كولر مش عايزهم، وان هم جالهم عروض في حته تانية وخلاص مسافرين وخلاص النادي الاهلي هيسيبهم، رجعوا لعبوا تاني، رجعوا لعبوا تاني، وفي منهم ناس بقت اساسيه في التيم. فجماهير النادي الاهلي واعيه جدا 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 جدا، ما هيش غير حاجه واحده بس الفتره دي، انها تفضل ورا فرقتها. ودايما جماهير النادي الاهلي ورانا في كل حته، ورانا على طول. وسيبكوا بقى من الاشاعات، سيبكوا من الاشاعات، الاشاعات دي اللي عايزه تدوس شويه على لعيبه النادي الاهلي وتثير البلبله والشكوك وما تخلكش ماشي في الاتجاه اللي انت رايح فيه، اللي هو اتجاه المكسب. اي واحد وكل واحد بيكتب بمزاجه، اي واحد، حتى في بعض الاعلاميين للاسف ياكد لك ان ده ماشي وده جاي وده ماشي وده وقع، واللي مشيوا نفوجئ بيهم في الملعب. اي وكيل دلوقتي او اي وسيط او حد معين عايز يصيط لعيب معين ويلقي عليه الضوء، لازم يربط اسمه بالنادي الاهلي، لازم يربط اسمه بالنادي الاهلي. ليه؟ عشان اسوق اللعيب من جانب الوكيل، من جانب النادي، من جانب اي مسؤولين. انما احنا في النادي الاهلي او إعلام النادي الأهلي والجهاز الفني وإدارة النادي مفيش أي معلومة خالص. يعني تخيل كده حضرتك إن إدارة النادي الأهلي ومستر مارسيل كولر يعرفوا إن فيه لعيب انضم للنادي الأهلي من خلال مواقع التواصل. ده إيه دي؟ ده تطور جديد في الأخبار المزيفة. أي حاجة دلوقتي بتتربط بالنادي الأهلي. اي مشكله هو عايز يصدر لك مشاكل وخلاص في وسط لعيبتك، عايز يعمل مشكله في وسط لعيبتك. ده متعودين عليه على طول، على فكره ده متعودين عليه على طول من مثلا من 40 سنه مثلا او 30 سنه او اكتر من كده كمان. لما البعض بيلاقي ان النادي الاهلي ماشي في سكته والعمليه ماشيه والحمد لله رب العالمين والنادي الاهلي راجع تاني لمكانه الطبيعي، تبدا بقى الاخبار اللي هي زي دي. ما هو عايز يوقفك باي طريقه، عايز يوقفك بأي طريقة. جماهير النادي الأهلي ما بيضحكش عليها. جماهير النادي الأهلي دايما واقفة مع لعبتها، واقفة مع ناديها، بتعرف تفرق بين الأخبار المغرضة اللي عايزة توقف، اللي عايزة تهد، اللي عايزة تثير الشكوك، اللي عايزة تعمل بلبلة وسط لعيبة الفريق، وبين الأخبار الصح. الأخبار الصح، الأخبار الصح النادي الأهلي بيعرف يطلعها عن طريق الطرق الشرعية.
مش محتاجة ان النادي الاهلي يسرب خبر لموقع معين او جريدة معينة علشان يقول لك ان النادي الاهلي هيجيب اللعيب الفلاني. طب النادي الاهلي لو في حاجة زي كده، وده اللي احنا تعودنا عليه على طول، النادي الاهلي لما بيخلص لعيب يقول انا جبت اللعيب الفلاني، انا جبت اللعيب الفلاني. تطلع بقى الاشاعات واللي يقول لك مش عارف مين جاي من نادي ايه ومين جاي من نادي عربي، والنادي الاهلي هيستغنى عن كذا ولا الهوى. الكلام ده تسمعه او تشوفه او تقراه وتطلعه بره خالص، غير لما تسمع او تشوف بيان للنادي الاهلي بيقول لك ان هيجي كذا وكذا وكذا وكذا. بس ده اللي احنا تعودنا عليه. النادي الاهلي مش زي اي فريق او مش زي اي نادي، مش زي اي نادي. في اداره قويه، في لوائح وبنود بتحكم، في حاجه بتحكمنا كلنا بما فيهم الجماهير. ان المنظومه دي مش اي منظومه وخلاص، منظومه النادي الاهلي مش اي منظومه، لا، في اسس، في مبادئ، وكله بيمشي عليها، وكلها في الاخر عشان حاجه واحده بس، مصلحه النادي الاهلي. كلام مكرر ودايما يتقال، بس عشان تعرفوا دايما الفرق بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني. واحنا كجماهير عارفين الكلام ده كويس قوي، وعارفين ان الفتره دي بيتقال كلام كتير عشان حاجه واحده بس، توقف النادي الاهلي، توقف النادي الاهلي عن مسيرته اللي هو ماشي فيها كويس. كجماهير لا، عارفين دورنا كويس قوي 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 قوي، ورا لعبتنا، ورا فرقتنا، مرحله صعبه، كل مباراه صعبه، لان كل مباراه كؤوس، مش محتاجه بقى خلاص، مش محتاجه. احنا دلوقتي محطوطين في موقف صعب، كل مباراه بالنسبه لنا مباراه كاس، عشان كده ما بنصدق الماتش يخلص واحنا كسبانين. نبص بقى للماتش اللي بعده، الماتش اللي بعد الطلائع، ماتش مهم، واكيد مستر كولر حطه في دماغه او بيفكر فيه، ماتش بيراميدز، ماتش بعد الطلائع. بس اقول لك ايه، نخلص الاول من ماتش الطلائع النهارده، وبعدين ابقى افكر بقى جديا في ماتش بيراميدز. هتقول لي ما بفكرش جديا؟ لا، بيفكر طبعا جديا، بس نخلص من ماتش النهارده وبعدين نبص لماتش بيراميدز. النهارده زي ما احنا عارفين بيرجع للفريق اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بعد غيابهم عن المباراه الاخيره نظرا لتراكم الانذارات، وبقيه اللعيبه زي ما عرفنا محمد الشناوي النهارده هيريح، واكيد هتبقى الاولويه بعد كده لمصطفى شوبير. اللعيبه كلها حاسه بالمسؤوليه، اللعيبه كلها عارفه ان الوقت ده وقت صعب جدا جدا، مش محتاج دلع، مش محتاج استهتار، لان انت عايز تحافظ على البطوله اللي انت البطل بتاعها، مش بطل بتاع السنه اللي فاتت بس، لا، انت اللي محقق رقم قياسي، واللي بعدك انت اكتر منه 3 اضعاف. تخيل بقى حضرتك، يعني المنافس اللي بعدك بالارقام انت واخد البطوله اكتر منه 3 اضعاف. يبقى انا بدافع عن بطولتي، بطوله الدوري اللي اسمها اقترن باسم النادي الاهلي. يقول لك النادي الاهلي، حتى بره لما يجوا حد من اخواننا العرب يسالنا ولا هو النادي الاهلي هو اللي خد البطوله برضه، نقول له اه، هو النادي الاهلي هو اللي خد البطوله. كل 10 سنين لما تخسر بطوله الدوري، بكلم على الدوري، يعني بنتكلم على طول الدوري، لو بالارقام هتلاقي النادي الاهلي مثلا كل 10 سنين، لو بالارقام من ساعه ما بدات البطوله سنه 48، الاهلي كل 9 10 سنين بيخسرها مرتين مثلا، ده بالارقام كمان. فهي البطولة كتبت باسم النادي الاهلي، فاحنا بندافع عن بطولتنا، لان انت اللي حامل اللقب من السنة اللي فاتت. ظروفك صعبة؟ صعبة. الناس بتقدر احيانا، بنقدر واحيانا يعني مستنين منك انك تكسب. واحنا هنا بنقول ايه؟ احنا يهمنا ال3 نقاط. اخر ماتشين لقينا اداء ومكسب. الله، طب ما هو موجود اهو. يعني احنا عمالين نطلع نقول ايه؟ ده احنا نتمنى بس ان احنا ناخد 3 نقط. ممكن ما نلاقيش اداء الفتره دي كويس، ممكن ما نلاقيش
ان الاداء مثلا هتلاقي فيه اختلاف في الاداء او تباين في الاداء ما بين شوط والتاني ما بين وقت والتاني، لا ده النادي الاهلي فرض سيطره وهيمنه على الماتشين الاخرانيين ونتيجه كبيره واداء هايل او اداء جيد، ماتش طلاع الجيش وماتش الداخليه. يعني حتى في الظروف الصعبه لا ممكن تلاقي اداء جيد وكمان مكسب ان شاء الله. الفتره دي فتره صعبه، كلنا ورا فرقتنا، كلنا ورا فرقتنا. اشاعات سيبكم الاشاعات، حتى اللعيبه سيبكم الاشاعات، ادينا بنشوف لعيبه سافرت ومضت في حتت تانية تلعب في الملعب. اساسيين مستر كولر معتمد عليهم في التشكيل الاساسي. فاي حاجه تتكتب، اي حاجه تتسمع مصدرها مش عارفينه، مصدرها مش عارفينه، انما عارفين قصده ايه ملناش دعوه بيه. احنا لينا اللي يطلع من النادي الاهلي، اللي يطلع من النادي الاهلي في صيغه او صيغه رسميه بس، اي حاجه تانية ولا تخصنا ولا تهمنا، وكلنا ورا فرقتنا. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراه اليوم. ارجوكم انتظروا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي لك كابتن علمي وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبار طاقم التحكيم النهارده يا كابتن؟ خليني بس اكلمك معلش قبل ما نتكلم على طاقم التحكيم، يمكن حضرتك في الفاصل بتقول لي انا عايز اخد منك كلمه او جمله الفتره الصعبه دي. بالظبط يا كابتن ايمن، حضرتك بتتكلم فتره صعبه للكل، حضرتك كنت بتتكلم على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، فتره صعبه كويس. وانا هروح للتحكيم كويس واتكلم عن التحكيم بصفه ان انا كنت في يوم من الايام مسؤول عن التحكيم. تمام. الفتره صعبه عن التحكيم يا كابتن ايمن لان ده الجوله 30 او الاسبوع 30. تمام. واحنا بس بنفكر ان هذه الجوله من الجولات المهمه على سلم الترتيب. يمكن في فترات سابقه تقريبا كنا ماشيين بشكل كويس قوي وحصل بعض المشاكل التحكيميه. تمام. من سنتين. من سنتين صحيح. انا ليه بقول الكلام ده كابتن ايمن؟ اللي احنا النهارده الجوله 30 فاضل اربع جولات على انتهاء الدوري. النادي الاهلي ليه مباراه مؤجله، ولكن صعب عن التحكيم، وازاي المفروض يكون التحكيم في هذه الفتره ماشي بشكل فوق الجيد، يعني او امتياز. تمام. لان النقطه كانت نايمه النهارده، النقطه في التحكيم بتعمل مشكله. طبعا انا بقول الكلام دوت للحكام المحترمين، وبقول لجنه الحكام اللي بتعين الحكام لما تعينات النادي الاهلي الفتره الجايه او المنافسين، لابد ان يكون في حكم او طاقم تحكيم يدرك تماما ان هذه مسؤوليه كبيره، وان الخطا التحكيمي في هذه المباراه اللي جايه مباراه هيبقى خطا مؤثر. مش عايز ارجع للفتره اللي هي 21 22 22 23، كانت فتره فيها اخطاء تحكيميه. مش عايز اقول ان التحكيم، لا، التحكيم في الفتره دي كابتن كان ليه دور كبير فيها. طيب ايه المطلوب يا كابتن ايمن النهارده؟ احنا بنتكلم ايه المطلوب النهارده من الطاقم التحكيم؟ الاهلي النهارده بيلعب في الجوله 30، مفيش احتمالات انك انت النهارده التحكيم يبقى عنده مشكله نادي يخسر بنقطه او نقطتين او ثلاثه. تمام. يعني انت النهارده عندنا حماده القلاوي وهو اول مباراه ليه في حياته، اول مباراه ليه حماده القلاوي من حكام في حياته للنادي الاهلي، من حكام كويسين يعني. هو بقى فتره 3 4 سنين ماشي كويس، ولكن دي اول مباراه، ودي انا بقول له دي بالنسبه لك يا حماده لابد انك انت تقدم نفسك، لان ده اختبار حقيقي ليك في هذه المباراه. ليه؟ انت كنت مرشح للقائمه الدوليه يا حماده الموسم اللي فات كويس، وهذا الموسم انت مرشح للقائمه الدوليه. لما نيجي نقيس يا كابتن ايمن واحنا عندنا الكلام ده، عشان ترشح حكم للقائمه الدوليه لابد ان هو يلعب المباراه الكبيره. لابد يلعب الاهلي والزمالك وهذه المباريات عشان نقول انك انت خلاص بقيت عندك الثقه وبقيت عندك الامكانيات تدير هذه المباريات. طب ما هو اللي بيعين يا كابتن ما كان عنده حماده طول السنه. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، وانا من خلال قناه النادي الاهلي انا قلت كابتن ايمن من شويه، هذه المباراه اللي جايه مباراه لا تحتمل ابدا تمام انك انت تعمل ريسك على نفسك في تعييناتك. تمام. احنا بقى لنا اربع خمس ماتشات حضرتك كل مره تقول لي ايه؟ اول مره اول حاجه بره على الرغم انا مش هتكلم في تعييناته، ولكن عندنا حلقه هنتكلم فيها يعني كابتن ايمن ان في بعض المباريات ايضا حكام دوليين بيلعبوها. تمام. احنا بنتكلم امبارح امين عمر بيلعب، النهارده البنا بيلعب، النهارده حماده مش وحش، حماده قلاوي حكم من الحكام الكويسين، ولكن زي ما قلت كابتن ايمن خلي بالك
لما يكون الخبرات موجوده في هذه المباراه الصعبه اللي هي اللي جايه دي، الاداره التحكيميه محتاجه خبره حكم صح عشان تدير مباراه وتحقق العداله التحكيميه للفريقين، محتاجه شخصيه حكم، محتاجه خبرات حكم، محتاجه تحس بالاجواء. ما هو انا لو النهارده لو ما حسيتش باجواء النهارده، انا ما بتكلمش عن الاهلي بس، على الكل، ان الاهلي النهارده بينافس على البطوله، النقطه النهارده بالنسبه له زي ما قلت قبل كده حصل، والنادي الاهلي بطوله راحت منه او بطولتين، بطولتين راح ورا بعض، فما فيش احتمال يا كابتن انا بقول الكلام ده. ليه الحكام اخواتي غير ورد خالص، وبقول الكلام ده لمحمد فاروق، لان الراجل يا كابتن المفاجاه الراجل مش موجود، الراجل مسافر بقاله فتره خارج مصر وهيرجع تاني من بعد 10 ايام. طب السؤال هنا بعد اذنك يا كابتن، معلش اتفضل. الراجل ده مسؤول؟ اه كويس قوي. كابتن محمد فاروق بيعين الحكام، تمام، بيدي فكره للراجل ده ولا الراجل ده اجازه كده؟ بص في كل حاجه على كلام محمد فاروق، هم قالوا ايه، ان الاسبوعين دولت كابتن، اسبوع 30 والاسبوع 31 متعين قبل الراجل ما يمشي. ده كلام محمد. قال ايه؟ قال ان هو معين ال 30، اسبوع 30 اسبوع 31 معينينه قبل ما الراجل يمشي، والراجل عارف التعيينه دي كلها، هو عارفها. اذا النهارده عشان محمد احنا بس عاوزين نعرف وتطلع تقول لنا تعيينه مباراه النهارده، انت حضرتك اللي معينها ولا فوتير بيرر معينها؟ لان دي هتفرق معانا كتير جدا جدا، لان بنقول حماده الكلاوي اول مباراه، وحماده انا نصيحتي ليك هذه المباراه اختبار حقيقي ليك. احنا النهارده بنفنش، القائمه الدوليه طالعه في شهر 9 كابتن، وانت مترشح القائمه الدوليه. اتمنى النهارده كابتن ايه، اتمنى من الكل، من طاقم التحكيم الكامل، زي ما قلت لو ما شعرتش انا كحكم باجواء المباراه وصعوبتها على سلم الترتيب والنقطه مش هادي صح كويس. فالمطلوب النهارده حماده، النهارده ربنا يوفقك، زي اول مباراه قدم نفسك بالشكل اللي ليك بيك، انك انت تقول للناس كلها انا استحق اخش القائمه الدوليه. صحيح حماده من الستايل كويس، عنده الناحيه البدنيه كويسه، الناحيه الفنيه كويسه، لابد النهارده ركز يا حماده، بقول لك ركز في المباراه، تمام، ما تشغلش بالك باي شيء تاني غير هذه المباراه، اخرج منها بشكل مميز، لان زي ما قلت لك هذه المباراه بالنسبه لك هي اصعب مباراه كابتن. هو لعب النهارده كام يا كابتن؟ لعب 8 مباريات كحكم في الدوري المصري، 8 دي هذه المباراه، مباراه 9 هذه المباراه اصعب مباراه ليه، وانا اقول النهارده مباراه الاهلي وطلع اصعب مباراه، لان زي ما قلت كل مباراه النادي الاهلي صعبه، اللي جاي ده كله صعب يا كابتن. اوعى حد يفتكر ان النادي الاهلي النهارده بيلعب مباراه سهله، لان النادي الاهلي بيلعب مباراه صعبه النهارده، وبتبقى محتاجه توفيق ربنا للاعبين. انا كحكم لابد ان انا احط هذه المباراه تحت درجه صعوبه عاليه، اشتغل على نفسي، اكون موجود في المكان. الفار النهارده انا ما اعتمدش على الفار يا حماده، الفار انا النهارده عمرو الشناوي على الفار، تمام، او عمرو الشناوي تاني مباراه بيلعبها للاهلي، لعب في الاسبوع الثالث الاهلي والاسماعيلي الفار، هذه تاني مباراه لعمرو الشناوي اللي هو حكم الفار. اتنين صغيرين خلي بالك، ودي بنقول في التحكيم كنت اتمنى، وده رايي، خبره جميله، حماده النهارده موجود، احط محمد عادل، تمام، احط امين عمر، احط يعني غندور، حكم عنده خبره. صحيح. ولكن عندنا النهارده حماده الكلاوي حكم، هاني عبد الفتاح من المساعدين الدوليين المتميزين، ان شاء الله هنشوفه النهارده اكتر مباراه لعب للنادي الاهلي، نور سعيد المساعد الثاني موجود، مبروك نبيل حكم رابع على الفار زي ما قلت حضرتك، عمرو الشناوي ومعاه هاني خير. اتمنى النهارده التوفيق، زي ما قلت هنرجع تاني كابتن ايمن ونحلل اداء حماده وشوف ما يجب تطويره في اداء حماده النهارده، يا رب النهارده ربنا يوفقه يا رب، واتمنى ان ربنا يوفقه ويوفق طاقم التحكيم الكامل. زي ما قلنا حماده الكلاوي هو حكم الساحه، المساعد الاول هاني عبد الفتاح ده حكم متميز يا كابتن ايمن اهو من منطقه الجيزه، حكم دولي متميز متميز. واتمنى النهارده كابتن هاني عبد الفتاح يا جماعه هو 45 سنه، لا ده من الحكام المصنفين سبوه، لان النهارده التحكيم مبقاش في سن، بنمد السن، تمام. معنا نور سعيد، نور الدين سعيد من منطقه القاهره مساعد الثاني، وحكم رابع مبروك نبيل، وعمرو الشناوي وهاني خير، تمام. اتمنى طاقم التحكيم ما يروحش للفار. حماده النهارده انت على التراك، اثبت للناس كلها انك انت تستحق الشاره الدوليه بهذه المباراه، ان شاء الله توفيق للتحكيم والتوفيق للاعبين يا كابتن ايمن، والتوفيق لحضرتك ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا ونورتنا، ولينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله، والنادي الاهلي كسبان باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ناصر كلمنا بكل شفافيه عن التحكيم، واتكلم اكتر عن التعيينات هذه الفتره، والتعيينات في هذه الفتره لانها فتره صعبه جدا، احيانا تتطلب وجود بعض الخبرات، ما بنشك
يكشف حد. أتمنى التوفيق لطاقم التحكيم في كل مباراة، في كل مباريات حتى اللي ما بقاش النادي الأهلي فيها طرف، لأن عشان تطور المنظومة، عشان تطور منظومة الكرة بصفة عامة، التحكيم مهم جدا 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 تطويره، لأنها منظومة من أهم عناصر اللعبة التحكيم. أتمنى إن شاء الله، وإحنا لو يمكن كابتن ناصر رجعنا سنتين لورا لما النادي الأهلي بسبب أخطاء تحكيمية خسر البطولة سنتين متتاليتين. لا، إحنا مش عايزين نرجع لورا، مش عايزين نرجع لورا. نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم. النادي الأهلي النهاردة زي ما بنتكلم دايما نقول إن مستر كولر بيدور، النادي الأهلي النهاردة بيلعب بتشكيل في بعض التغييرات. بيلعب مصطفى شوبير لحراسة المرمى، ظهير أيمن، محمد هاني ظهير أيسر، كريم فؤاد، وقلبي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم. محمد هاني، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وين خلفهم مصطفى شوبير. ثلاثي وسط الملعب مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق. مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق. وثلاثي المقدمة أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي. أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر اللي من شهرين راحوا حتة تانية، اللي واحد منهم في شهر يناير الإشاعات قالت إنه هو رايح حتة تانية، وفي شهر يناير برضو واحد منهم اتقال إن مستر كولر مش عايزه خالص. الاتنين أساسيين ومعاهم وسام أبو علي. شرفنا الآن الزميل العزيز محمد الباز محلل الأرقام للحديث عن أرقام الأهلي وطلاع الجيش قبل مباراة اليوم. منورنا يا محمد. مساء الخير يا كابتن أيمن، نور حضرتك طبعا، مساء الخير على جميع الجمهور النادي الأهلي. الأرقام النهاردة بنتكلم برضو مرة تانية أمام طلاع الجيش، بنتكلم على كل المعدلات من ناحية الدفاعية وناحية الهجومية، في مشاكل كبيرة جدا، خاصة كمان لو بنتكلم على ناحية النتائج. ودايما من بعد رجوع المسابقة بعد التوقف الدولي، يعني تقريبا 14/6 16/17/6 يا كابتن، فريق الجيش لعب 5 مباريات بما فيهم مباراة النادي الأهلي، عنده تدهور على مستوى النتائج واضح جدا في الأرقام، ومؤثر بشكل كبير جدا على الهيكل الفريق بشكل عام. نتكلم على فريق في الآخر 5 مباريات لأ، عنده 3 خسائر وعنده 2 تعادل على مستوى كسب النقاط، كسب نقطتين من 15 نقطة. ده هو تقريبا كمان في المباريات دي دخل فيه ما يقرب من نصف اللي دخل فيه طول الموسم. وعندنا الارقام بتاعت اخر 5 مباريات، هنتكلم نشوف الشكل الهجومي، الشكل الدفاعي عنده، علشان نبدا نقرب من الشكل الفني لفريق طلاع الجيش. تمام. وطبعا هنركز على المباراه الاخيره امام النادي الاهلي. هو خسر 4-0، كانت نتيجه كبيره جدا، ولكن عندنا بعض النقاط الفنيه اللي قد يبدو ان الجيش كان ممكن يصل للفريق ووصل بالفعل لمرمى النادي الاهلي. تمام. اخر 5 مباريات يا كابتن ايمن اهو، 3 خسائر و2 تعادل، كسب نقطتين من 15 نقطه. نتكلم على التسديدات حتى، تعال نشوف الشكل الهجومي عنده، 44 تسديده في ال5 مباريات، يعني بواقع من 8 ل 9 تسديدات فقط هو وصل بيهم في المباراه الواحده، منهم 16 على الثلاث خشبات، يعني 16 برضو في نتكلم في ال5 مباريات، يعني تقريبا 3، يعني نسبة ضعيفة جدا بوصوله وتسديداته على المرمى في آخر 5 مباريات. تمام. حتى الدقة مش عالية. تعال بقى نشوف استقبل كم تسديدة على مرمى، 72 تسديدة في ال5 مباريات، يعني بواقع 15 تسديدة على مرمى في المباراة الواحدة. بنتكلم على 31 منهم على 3 خشبات بدقة تصل ل 43%. لمس الكرة كابتن أيمن 67 مرة في داخل منطقة الجزاء، داخل البوكس عند الخصم 67 مرة في ال5 مباريات، يعني المباراة الواحدة يعني تقريبا بنتكلم في 10 لمسات جوه منطقة الجزاء في ال5 مباريات، أو 12 أو 10 أو 11 13، يعني في نسب ضعيفة جدا ومتفاوتة. فبالتالي هو أحرز 4 أهداف فقط،
ولكن استقبل 13 هدف في الخمس مباريات، منهم ثلاث مباريات بسكور، يعني هو خسر 4-1 من زد، 4-0 من النادي الاهلي، و3-1 من المقاولين، فدي سكور كبير جدا في الثلاث مباريات فقط. وصلنا ل 13 هدف استقبله. صنع فرص من تمريرات مفتاحيه كثيره، لان الفريق في اوقات بيقدر يوصل زي ما قلنا بالتسديدات اللي هي يعني مش عاليه، يعني منهم 8 فرص محققه في الخمس مباريات. الاهداف الاكس جي اللي عنده، الاهداف المتوقعه، قد يصل لسبع اهداف، هو احرز 4، فبالتالي حتى عنده مشاكل في عمليه الفينشنج وترجمه الفرص لاهداف. حتى ضربه الجزاء كان امام النادي الاهلي وضيعها، فبالتالي هو علت الاهداف المتوقعه عنده، ولكنه عنده مشكله حتى في يعني ترجمه الفرص لاهداف. ده الشكل العام لاخر خمس مباريات، بترسم لنا حتى وبتدينا كده بعض المؤشرات والمعطيات عن شكله. تعال بقى نشوف المباراه الاخيره سريعا امام النادي الاهلي. كان الاستحواذ كله 70% للنادي الاهلي، 10 ركنيات للنادي الاهلي، 23 تسديده من النادي الاهلي، 10 منهم على ثلاث خشبات. يبدو ان طلائع الجيش حتى ما وصلش، يعني 3 ركنيات، 8 تسديدات، منهم 2 بس عدوا المرمى، وكان كانوش بشكل خطير. الفرص 1 فقط محققه. النادي الاهلي طبعا من 5 فرص محققه احرز 4 اهداف ووصل ب 16 فرصه. اكس جي كان النادي الاهلي المفترض يخلص الماتش ب7 اهداف يا كابتن ايمن، الماتش انتهى ب4، ولكن كان الاهلي عنده فرص كبيره جدا زي ما احنا شايفين. نكمل برده سريعا عشان نشوف حتى من الناحيه الدفاعيه عند في المباراه يعني كان برضو شكلها عامل ازاي من ناحية التمريرات. من دايما عندهم ميس باسنج كتير، ما عندهمش شكل في التدرج بالكورة او حتى بيطلع بالكورة، عنده مشكلة كبيرة جدا. الدقة 62% في التمريرات، 147 تمريرة بس يا كابتن ايمن طول المباراة. النادي الاهلي طبعا معدل 500 تمريرة ووصل ما يقرب ل 90% من الدقة حتى من التمريرات الطولية. التمريرات حتى داخل منطقة الجزاء نسبة ضعيفة جدا عند طلاع الجيش. الاهلي كان الافضل في كل الاكشنز الناحية الدفاعية والهجومية، حتى على مستوى وسط الملعب، حتى مستوى الاستحواذ. نادي الاهلي كان اكتر استحواذه في نص ملعب الخصم، حتى في الثلث الاخير كان الاستحواذ عالي جدا، وصل ل 12 و15% من عدد اللمسات داخل منطقه الجزاء. ده رقم بيقول لنا ان طلائع الجيش كان مستسلم بشكل كبير جدا، لان النادي الاهلي فرض سيطرته طبعا ناحيه الاستحواذ والتسديدات وحتى صناعه الفرص والاهداف. ده الشكل العام. تعال بقى سريعا نلقي الضوء كده على بعض النقاط الفنيه بالارقام عند طلائع الجيش في مشوار الدوري الحالي، لان هو بترجم هل طلائع الجيش تطور بعد التوقف في الدوري في اخر خمس مباريات زي ما شفنا. لا، كان عنده تدهور على مستوى النتائج ومستوى صناعه الفرص وحتى المعدل التهديفي. فاثناء الدوري في 28 مباراه هو يعني عنده خسائر بشكل كبير، 9 خسائر وعنده 11 تعادل، ولكن احرز 23 هدف في 28 مباراه يا كابتن ايمن. ده نسبه معدل تهديفي ضعيف جدا، مش محصل يعني مش واصل لهدف بالمباراه. كان ممكن يصل ل 49 هدف مش 23، وده اللي احنا قلنا لحضرتك عليه، ان هو بيصنع بيعمل تمريرات مفتاحيه كثيره، ولكن عنده مشكله في ترجمه الفرص لاهداف. حتى اهدافه من داخل منطقه الجزاء 19 هدف فقط من 178 تسديده. النادي الاهلي احنا عارفين طبعا 52 هدف، اقول 50 طبعا نشيل 2 بالظبط، كان المفروض يصل ل 66 هدف. النادي الاهلي طبعا تسديداته واهدافه من خارج منطقه الجزاء برضو 7 فيها تطور. الناحيه الدفاعيه صناعه الفرص عند النادي الاهلي 35 اسيست، الناحيه الثانيه عند طلائع الجيش 17. الركنيات هما بيعملوا 4 بالمباراه، الاهلي بيوصل ل 7 اهو، بيعملوا تمريرات مفتاحيه 6، النادي الاهلي 10. استحواذ النادي الاهلي طبعا متفوق فيه، من افضل الفرق من ناحيه الاستحواذ، بيعدل 61% دلوقتي. طلائع الجيش 46% او 47%. حتى التسديدات بالمباراه زي ما عرضنا حتى بالشكل عام على مستوى الدوري، ما فيش، هو نفس الريتم يا كابتن ايمن، هي نفس الارقام بالظبط. حتى اخر خمس مباريات شبه الدوري كله في 28 مباراه، فما فيش اختلافات كبيره جدا على ناحيه التسديدات حتى على المرمى او العرضيات. نكمل سريعا عشان ناخد بعض النقاط الناحيه الدفاعيه. استقبل قد ايه؟ استقبل اهداف طبعا 30 هدف في 28 مباراه، يعني معدل هدف و2 من 10 في المباراه الواحده. كان ممكن يستقبل 60 هدف في 28 مباراه من واقع طبعا تسديدات غزيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك مباراه سموحه بس هي اللي كان اكس جي بتاعه عالي، كان ممكن يصل لخمس اهداف تخيل، ولكن هو انهى المباراه 2-2 تعادل. هي دي المباراه الوحيده اللي كان متفوق فيها حتى دفاعيا. الشباك نظيفه، عملوا عندهم 13 شباك نظيفه في من ال 28 مباراه، النادي الاهلي 6، وده الرقم اللي احنا بنعلم عليه دايما يعني النور الاحمر هنا. التمريرات الصحيحه بالمباراه هم من اقل الفرق اللي بتمسك كوره في البيلد اب، في التدرج، فحتى لمسات امام الخصم في الثلث الاخير. النادي الاهلي طبعا
حدث ولا حرج من ناحيه التمريرات ومن افضل الفرق اللي بتعمل حتى اللونج بول 40، الناحيه الثانيه برضو بيوصلوا 56 زي ما قلنا، على طول الكرات بتترمي في عند الخصم يعني. بس سريعا كسب الثنائيات، الاهلي طبعا التفوق، ولكن هم عندهم حته ميزه ان هم بيكسبوا الثنائيات على فكره، يعني عندهم برضو رقم مقارب من نادي الاهلي في كسب الثنائيات، ولكن فقد الكرة بشكل كبير جدا، وده البول ريكفري بيمثل قوه عند النادي الاهلي مشابه عند طلائع الجيش على فكرة. الفريق عنده بعض الخامات، بعض اللعيبة يسري وحيد، وعندهم طبعا أحمد متعب الباك شمال على فكرة جايب 5 أهداف، والراجل مساهم فيه، عنده مساهمات كبيرة جدا. تاني هاجين، الأرقام دي بتقول لنا من ناحية الفنية على أرض الملعب عندهم مشكلة كبيرة جدا، عدم ربط ما بين الخطوط، وده اللي حتى قلناه قبل المباراة السابقة، وكانت بتدي الأريحية أي فريق بيلعب قدامهم، ما بيقفلوش زوايا التمرير، فريق بيطلع بسهولة في مساحات. يعني لو نستعرض بعض الصور نشوف الشكل، الهيكل بتاعهم كابتن ايمن على في الملعب عامل ازاي. طبعا امام النادي الاهلي كان بيلعبوا 5-4-1، شفناها كتير جدا، لو هنعرض برضو الصوره سريعا وشفنا حتى الاهداف تضربهم في العمق، يعني دي في حاله حاسس كوره بيلعبوا اللو بلوك يا كابتن ايمن، حتى نشوف ورا بص 5-4-1 وفي اوقات 4-4-2، اعتقد بيقلبوا الشكل الدفاعي في عدم في اللعب طبعا على الكوره بالشكل اللي احنا شايفينه. نكمل بسرعه عشان نقول ان في عندهم شكل هيكلي وفي لعيبه، ولكن في مساحات ما بين الخطوط بالزبط. مساحات الكره بتتلعب بسهوله جدا، النادي الاهلي كان قادر يطلع بسهوله. طب هل ده بس امام النادي الاهلي؟ لا، في المباريات اللي قبل كده شفناها امام سموحه والمقاولين النادي الاهلي بيلعب بباص الكره بسهوله جدا. الناحيه الثانيه ناحيه شمال في مساحات كبيره جدا في خلف خط الدفاع ناحيه الشمال، طبعا الكره ديت خد فيها قرار كان عمرو السوليه وسدد يا كابتن ايمن، وطبعا طلعت بره، بس هو الرسمه نفسها والهجمه دي كانت في بدايه المباراه في الدقيقه 5، والمشهد ده اتكرر كتير. يعني سريعا نكمل الصور، نجري بالصور بسرعه، نفس الشكل اهو اللو بلوك، نتكلم على وقفتهم في الملعب، نتكلم 4-4-2 مساحات بقى كابتن ايمن. ناحيه اليمين عندي 2 فاضيين، الكره طلعت بسهوله، ناحيه الشمال ادي 1 وادي 3 فاضيين، مفيش يعني ما على مستوى التمركز والرقابه الكور سهله جدا. طيب اخر حاجه بقى سريعا، هجمه للاتحاد لطلائع الجيش امام الاهلي اتكررت مرتين، راحوا بالكوره من ورا قطعوا الكوره من النادي الاهلي. بص يا كابتن التدرج، لعبوها بسهوله، باصه 2-3 تقريبا ما حدش خد باله 4، واتلعبت في عمق لعيبه النادي الاهلي دفاع النادي الاهلي، والراجل ده راح على المرمى وسدد ولكن طلعت جنب المرمى. ناخد بالنا ان الجيش بيلعب لو بلوك، بيستنى النادي الاهلي يجي له او اي فريق ده طريقه لعبه يقطع الكوره، التحول عنده بعض الاوقات تحول سريع من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه، بيلعبوها بشكل كويس، باصتين 3 بيضربوا الفريق وحتى ضربوا النادي الاهلي، ممكن يمثل خطوره على يمثل خطوره. عشان كده المشهد ده اتكرر مرتين امام النادي الاهلي، ناهيك عن ضربه الجزاء ان هم وصلوا اوريدي، ولكن الهجمتين بالشكل ده راح في مواجهه المرمى، وكان ممكن يحرز هدف في النادي الاهلي. فبالتالي ناخد بالنا ان الفريق ممكن يشكل خطوره في بعض الاوقات، لان عنده التحول من الناحيه الدفاعيه زي ما شفنا للناحيه الهجوميه، قد تبدو سريعه ومنظمه في بعض الاوقات، ولكن ما بيعرفش لو احنا بنعمل بيلد اب بالارقام، لا عنده مشكله كبيره جدا فيها، ما فيش يعني الخطوط زي ما احنا شفنا في مساحات وعدم ربط ما بينهم، تقدر تباصي الكره بسهوله. والنادي التهديف المبكر هي نقطة السر صحيح. ونقطة الفوز النادي الأهلي، لأن احنا بالأرقام اللي احنا شفناها 50 هدف للنادي الأهلي فيهم 17 هدف في آخر ربع ساعة كابتن أيمن للنادي الأهلي، وفي 20 هدف بتكلم على آخر ربع ساعة في الشوط الأول، في الشوط الأول 17 هدف، في الشوط الثاني آخر نص ساعة فيهم 20 هدف، وفي يعني 10 و10 الربعين الأخرانيين، فده بيقول لك إن الأهلي أرقامه الكبيرة دي عنده التهديف مش مبكر الا في اخر كام مباراه. فنرجع تاني، هو ده السر صحيح. نتمنى ان النادي الاهلي طبعا ياخد مباراه من اولها بتهديف مبكر، يعني يفتح سكور كبير، لان المعطيات بتقول لنا كده. صحيح، شكرا كابتن ايمن. شكرا جزيلا محمد، ولينا لقاء بعد المباراه ان شاء الله. اكيد باذن الله، شكرا جزيلا محمد. كلمنا طبعا عن الارقام، الارقام كلها طبعا في تصب في مصلحه النادي الاهلي، زي ما بنقول احنا او انا عن نفسي بتكلم لما اجي اتكلم من الناحيه الفنيه، لعيبه النادي الاهلي هم الاجهز والافضل فنيا في هذه الفتره عن غالبيه انديه الدوري العام المصري. لما بنتكلم عن مباراه كانت بتتلعب من اسبوع من طرف واحد من جانب النادي الاهلي، والنادي الاهلي كسب رباعيه وكانت ممكن تزيد عن الرباعيه، نيجي عن ماتش النهارده نقول الله يبقى الماتش النهارده سهل. لا، انا اللي يقلقني النهارده مش حاله لعيبه طلائع الجيش، اللي يقلقني حاله لعيبه النادي الاهلي النهارده.
في طمأنينة، في هدوء، في أريحية شوية، لأن أنت كسبان الفرقة دي من أسبوع 4، ده يقلقني. تنسى ماتش 4 اللي كان بيتلعب من أسبوع ونازل عشان تاخد الثلاثة بوند وبتلعب على بطولة وما يهمكش بقى الأربعة صفر ديت ومش في بالك خالص، وتلعب زي ما بدأت ماتش طلع الجيش وماتش اتحاد سكندري قبله وماتش الداخلية اللي فات، تنهي الماتش من الشوط الأول. هو ده النادي الأهلي، هو دي هي دي لعيبة النادي الأهلي، هو ده اللي يفرق في الملعب عن أي فريق تاني. النادي الأهلي قادر؟ قادر إن شاء الله. حالة لعيبته تطمئن؟ تطمئن. ولكن حالة لعيبته مع كمان الناحية الذهنية والناحية النفسية تفرق قوي 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 قوي، إن أنت نازل حاطط في بطنك بطيخة صيفي إن أنت هتكسب. لا، الكرة ما فيهاش كده، الكرة ما فيهاش كده. إن شاء الله بإذن الله بالتشكيل اللي عمله مستر كولر بنتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله نتمنى إن النادي الأهلي يحسمها من البداية، من بداية المباراة زي ما حسمها قبل كده، ماتش اتحاد سكندري، ماتش طلائع الجيش نفسه من أسبوع، ومباراة الداخلية الأخيرة. خلصت كلامي، نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. انتظرونا. نرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم منورنا يا كابتن. اهلا كابتن ايمن. ازيك يا كابتن؟ كابتن اسامه عرابي منورنا. الله يخليك، اهلا وسهلا. كابتن عادل منور. حبيبي كابتن بلال منورنا يا كابتن. ازيك كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله. طيب نبدا بتشكيل فريقين. مصطفى شوبير بالنسبه للنادي الاهلي في حراس المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، وكريم فؤاد ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ثلاثي خط الوسط امام عاشور، مروان عطيه، اكرم توفيق، وثلاثي المقدمه طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر وسام ابو علي، بدلاء محمود الزنفلي، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، عمرو السوليه، كريم نيدفيد، محمد مجدي قفشه، اليو ديانج، رضا سليم، وحسين الشحات. تشكيل طلائع الجيش: عمر رضوان لحراس المرمى، رباعي او خماسي خط الظهر، احمد زولا، احمد متعب، محمد دياب، خالد سطوحي، محمد سمير. نص الملعب: اسلام محارب، علي حمدي، محمد هاني، عبد الرحمن شيكا، وفي المقدمة جودوين. البدلاء: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، سيد أبو أمنة، عماد سيد معوض، يسري وحيد، عمر السعيد، مصطفى الخواجة، ومؤمن محمود. كابتن شريف، مباراة صعبة، دايما بنقول على المباريات الفترة دي مباريات صعبة، حتى لو كانت فارق كبيرة بينك وبين الفريق اللي قدامك. النادي الاهلي بيسعى النهارده لتحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي باذن الله لمزاحمه بيراميدز على القمه باذن الله. بس قبل ما اخش في التفاصيل والتعليق على مباراه اليوم، بنعزي انفسنا الاول، وبنعزي الرياضه المصريه، وبنعزي اهل الفقيد احمد رفعت نجمنا ونجم مصر، الجنه بما فيها يا رب العالمين يا كابتن احمد ان شاء الله باذن الله رب العالمين. بالنسبه لمباراه اليوم، كل ما هو عليه يا كابتن ايمن ان لعيب النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يكون عندهم من ماخذ الجد والنهائي المهمه، وعدم النظر للمباراه اللي اتلعبت قبل كده. كل مباراه وليه ظروفها، وكل وقت وليه ادانه، وكل مباراه وليه رجالها. يعني هتلاقي حتى التشكيل متغير عن التشكيل اللي كان موجود. لازم النادي الاهلي النهارده يفرحنا ويفرح جماهيره، ويدي رساله قويه جدا للمباراة القادمة للمنافس الأول ليه بالنسبة لي السنة دي يعني. ولما بتبقى رايح وانت عندك نشوة الفوز أو النجاح من نجاح، أكيد بتبقى حاجة تانية خالص. مش عايزين أي حاجة تعكر صفو المسيرة الجميلة اللي النادي الأهلي النهاردة فيها، والتوابع الجميلة اللي هي فوز ورا فوز ورا فوز ورا فوز، بيدي رسالة كبيرة جدا إن هو ده فعلا النادي الأهلي صاحب بطولة الدوري والأحقية وكل شيء. يعني النادي الأهلي بيعمل بالمؤسسة بتاعته كلها على شيء واحد، هو النجاح وتحقيق طموح الجماهير وتحقيق طموح التاريخ كله بتاع النادي الأهلي، نادي القرن يعني. ف
النهارده احدى المباريات بالنسبه لي انا اللي هي لابد ان يكون اللعيبه كلها عندها المعطيات والنيرف ان اكنهم بيلعبوا اقوى فرق في العالم. فيدوسوا وبيروحوا على الجول، عرضيات، اهداف سهله تستغل عشان تريحهم. وده كان لينا تجربه سابقه في المباريات اللي فاتت دي كلها، بنعدي بالثلاثه وبنعدي بالاثنين، بتبقى في ارتياحيه كمان للاجهزه الفنيه واللعيبه، وان شاء الله كل ما بتبقى في نتيجه كويسه ما بقاش في اصابات في الملعب ولا في اي حاجه. فبهذا المفهوم وهذا المنطلق بنتمنى كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي النهارده باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، مواجهه متكرره في اسبوع تقريبا امام طلائع الجيش، تحدي جديد للنادي الاهلي لاقتناص الثلاث نقاط، بس خلينا اكلمك على نقطه فنيه مهمه جدا. شفنا المباراه دي من اسبوع، وشفنا تقريبا المباراه كانت من جانب واحد، وشفنا اخطاء كتير للاعيب طلائع الجيش جوه الملعب سواء على الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي. هل يستطيع عبد الحميد بسيوني انه يستعيد توازن طلائع الجيش ويعالج الاخطاء دي في ظرف اسبوع؟ لا طبعا، هو اولا البقاء لف لاعبنا احمد رفعت ربنا يرحمه ويصبر اهله ويغفر له، ويعني يخلف اهله احسن منه ان شاء الله، يعني وهو ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. بالنسبه لطلائع الجيش، بص يا ايمن، الجدول بيبقى موضح حاجات كتير قوي. طلائع الجيش في المركز ال11 مظبوط، له 35 نقطه، يعني هو خلاص ضمن بقائه في الدوري، لكن زي ما قلنا بعيد خالص عن موضوع الخمس ست فرق الاولى او الست سبع مراكز الاولى. فهو حدوده ما بين ال11 التاسع ال13، يعني الخمس مراكز اللي مركزين فوقيه وفي مركزين تحتيه، وعدد ماتشات الدوري قرب انه ينتهي. هو لعب 28 مباراة، يعني ناقص 6 مباريات. بالنسبة له اعتقد امكانيات اللعيبة اللي موجودة وامكانيات ظروفهم والنقط اللي جمعوها الفترة اللي فاتت بتدل على حاجات كتيرة جدا. مش هيقدروا يصححوا الاخطاء دي كلها مرة واحدة في خلال اسبوع، لكن اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل يبقى في تركيز اكبر، اللي هيحصل دوافع عند اللعيبه كافراد لوحدهم يحاولوا يغيروا الشكل، عشان يحاولوا يغيروا الشكل لوحدهم من 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 ذاتهم هم، انه مغلوبين الماتش اللي فات 4 بكل سهوله. فهتلاقي في قتال اكتر، في تركيز اكتر، وايضا طبعا عبد الحميد بسيوني اكيد هيحاول معاهم، اكيد هيحاول يصلح الاخطاء، لكن الجدول تقريبا ما بيكذبش. هم عليهم 30 هدف، يعني اذا الموضوع مش النهارده ولا امبارح ولا اول امبارح، ده هو في خلال مشوارهم كله دخل فيهم 30 هدف في 28 مباراه. يبقى عنده مشاكل في النواحي الدفاعيه في كل الماتشات، فمش هيقدر يعدلها في يوم واحد او في، قصدي في خلال اسبوع يعني، ولا الاربع ايام اللي احنا لعبنا فيهم الماتشات. هم جايبين 23 جون، يعني اقل برضو من جون في الماتش. فهم تقدر تقول فرقه بالنتائج دي، هم فرقه متوسطه المستوى، وحتى في الجدول رقم 11. فكل المؤشرات بتدل على امكانياتهم وحدودهم، لكن تركيزهم هيبقى اعلى، محاوله تغيير الصوره للافضل عن المباراه اللي فاتت هتبقى فرديه من اللعيبه ثم جماعيه من عبد الحميد بسيوني، انه يحاول يصلح لو هو مثلا كان حاسس باخطاء كبيره في الدفاع، فهيحاول يتكلم معاهم ان يركزوا شويه في النواحي الدفاعيه، ازاي يلموا نفسهم، ان ازاي ما يفتحوش خطوطهم، يحاولوا. لكن مش هيبقى تغيير جذر. والنادي الاهلي، انا سمعت طبعا المقدمه اللي انت قلتها قبل ما احنا ما نخش، النادي الاهلي لو واخد الامور بجديه اعتقد مش هيلاقي صعوبه كبيره انه يقدر يكسب النهارده الثلاث نقاط. فان شاء الله ان اللعيبه تكون على قدر المسؤوليه ويقدروا يكسبوا النهارده، لان الفوارق كبيره بين الفرقتين باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، مباراه مهمه وثلاث نقاط النادي الاهلي في احتياج ليهم. خلينا اكلمك على الجانب الاخر، هل هنشوف سيناريو مكرر زي اللي شفناه الماتش الاولاني من اسبوع بين الاهلي وطلائع الجيش
النتيجه الكبيره اللي كسب بيها النادي الاهلي، ولا ممكن نشوف تغيير النهارده من جانب عبد الحميد بسيوني مدير فني النادي طلع الجيش؟ نشوف كل ما اقترب الاول. احنا البقاء لله فاحمد رفعت طبعا اثر فينا كتير قوي، يمكن من اللاعبين اللي كانوا جيدين جدا وكان انسان جميل اصلا. يلا البقاء لله. كابتن ايمن، كل ما تقارب المباريات وبتلعب مباراتين ورا بعض في اسبوع او اسبوعين او 10 ايام ليها فلسفه. عندي الاثنين مدربين وليها تحضير. طبعا عند الاثنين مدربين فلسفه كبيره جدا، من اهم الاشياء اللي ممكن يشتغلوا عليها المدربين مع بعض النواحي النفسيه. ايوه بالظبط، ده اللي انا قصدي عليه. انت كابتن ايمن لما انا كمدرب فشلت الماتش الاولاني وهلعب بعد اسبوع ماتش تاني، انا بشوف ايه اللي انا عملته وبقدر اغيره، لكن المدرب الاخر المنتصر المفترض ان هو بيلعب نفسيا اكتر، يعني بيلعب اللي هو ايه اللي عايز اقول لك، يعني انا اضغط وما بالك ان اللي كسب النادي الاهلي، فاكيد النادي الاهلي ضغطه النهارده على عبد الحميد بسيوني، بتكلم على الاثنين مدربين، تمام، ضغطه على عبد الحميد بسيوني هيبقى ضغط كبير جدا. شبح الاربعه هيخيم على عبد الحميد بسيوني. هل عبد الحميد بسيوني هيتجاوز الموضوع ده ام لا؟ هيتجاوز ولا هيحاول يطلع باقل الخسائر ممكن؟ هقول لك انا فلسفه المدربين. في مدرب بيعمل ريسك، يقول لك انا الاهلي كبير مش خسران حاجه والاهلي فرقه كبيره. انت عارف ان معظم الفرق لما بيجي يعملوا استيميشن في الجدول ويقولوا الماتش ده ممكن اعمل فيه ايه وممكن اعمل فيه ايه وممكن اعمل فيه ايه وبيحطوا نسب، انت كمدرب بتيجي اول السنه بتاخد مباراتك كلها اللي عندك وبتحط نسب، يعني مثلا فرقه بلديه المحله تبقى قدي انا كطلاع الجيش ممكن يبقى النسبه عندي 60%. تمام. النادي الاهلي بيلعب اي فرقه في الدوري نسبه الفرقه الاخرى بتبقى من حوالي من 20 لـ25%، ونسبه البنط بيلعب على 50%. فانت بتتكلم على سياسه عبد الحميد بسيوني في انه النهارده هيتجاوز الخساره الثقيله الكبيره ولا هيعمل الريسك ويقول لك كده كده الثلاث نقاط ممكن يكون رايحين، ده تفكيره ممكن ويضغط عليك ويلعب مفتوح جدا علشان يعوض. يخاف من تكرار السيناريو، اعتقد اي مدير فني مكانه يخاف من تكرار السيناريو مره ثانيه. في يا كابتن ايمن شخصيه عن شخصيتك. انا معاك في دي، ده عبد الحميد بسيوني، لكن في مدربين اخرين بيحبوا يعملوا الريسك، بيحبوا يرجعوا للا معقول. يعني انت دائما النادي الاهلي هتلعب دفاع معاه، تمام، فانت بتعمل العكس تماما. تمام. الحاجه الثانيه المهمه التوازن بقى، مهما انت عملت الضغط التوازن بالنسبه للفرق دي مع النادي الاهلي فهو ده الضغط. خلي بالك من الكلمه اللي انا بقولها يا كابتن ايمن. تمام. لما انا بعمل توازن الجيش يعمل توازن مع الاهلي فده ضغط بالنسبه للجيش على الاهلي، لكن النادي الاهلي لما يعمل ضغط بيلعب من فوق، لكن الحرص والتوازن اللي هيعمله عبد الحميد بسيوني ده اللي هنشوفه النهارده. انا ما اقدرش اجزم 100% هيلعب ازاي وهيضغط من فوق ولا لا، ولكن اللي انا اضمنه ولو انا حاطط نفسي مكانه مع الفارق الفرقه والفرقه وده الاهلي وطلاع الجيش، اقدر اقول لك يا كابتن ايمن ان انا عملت توازن، العب بتوازن. طيب كابتن بلال، هنتكلم بقى ونقول المباراه مهمه وكل مباراه مهمه ومباراه كؤوس، ده العادي بالنسبه للنادي الاهلي الفتره ديت، بس كابتن نتكلموا عن ان المرحله دي مرحله صعبه، النادي الاهلي لازم يكسب كل مباراه. القلق ممكن يكون من لعبتنا ان انت كسبان الفرقه دي من اسبوع 4 في تحضيرات لازم للماتش ده نفسيه عشان تقدر تعمل بيه كويس، ولكن خليني اكلمك على نقطه مهمه جدا جدا جدا. النادي الاهلي عارف سكته او عارف هو رايح فين واللعيبه بتلعب على ايه. هل في الوقت ده من السنه، عشان السنه طولت قوي معانا، في لعيبه في انديه تانية او بعض الانديه بتلعب بدون هدف؟ اولا طبعا البقاء لله في وفاه يعني اخونا وزميلنا وصديقنا احمد رفعت، يعني ربنا يا رب يرحمه.
ويلهم اهله الصبر يا رب ان شاء الله يعني. ودي يعني شيء صعب على الكره المصريه والكره العربيه بشكل عام, وشيء صعب على الانسانيه بشكل عام. ربنا يرحمه ايا كانت النتيجه. فهناك اخطاء عديده يعني, نتمنى ان ان شاء الله يعني الامور يعني تتحسن باذن الله ان شاء الله باذن الله. ماتش الاهلي وطلع الجيش يعني, عشان نبقى بنتكلم كلام منطقي كلام عقلاني, الفروقات كبيره تمام, كبيره وواضحه تمام. الفروقات كبيره وواضحه, مش خد بالك الفرقه طلع الجيش الراوند الثاني مش فرقه طلع الجيش في الراوند الاول تمام, مختلفه تمام. صحيح. فرقه بتتغلب شوت كتير, تخش في اهداف كتير, عندها مشاكل عندها مشاكل في الحته الدفاعيه, لا كمان عندها مشاكل في الحته الهجوميه وفي الدفاعيه وفي وسط الملعب, فرقه مهلهله. الدرس اللي اخده من ماتش الاهلي ان المباراه اللي بعديها تماسك الى حد ما, الى حد ما. هقول لك حاجه, هو مباراه الاتحاد الى حد, انا هقول لك حاجه, مباراه الاتحاد كابتن عبد الحميد المسؤولي غير 5 تغييرات حلو, ومع ذلك فشل انه يكسب المباراه. خد بالك الفكره, بص يا كابتن ايمن, الفكره مش فكره انك تكسب بعد هزيمه 4 وهزيمه 3 وهزيمه 4 تاني 3 او 4 من زد 4 تمام, يعني تاخد 4 من زد وتاخد 4 من اهلي, التحول عشان تكسب ده في 7 المستحيلات في 7 المستحيلات تمام. انما انا هتحول ان انا اعمل ايه, نقطه التحول الاولى انك انت تحاول ما يجيش فيك اهداف او عدد قليل من الاهداف في المباراه اللي بعدها. هو عمل ايه عبد الحميد عشان يخلي يعني يدي ثقه لفرقته او عشان يعمل التوازن لفرقته؟ التوازن خد بالك, والتوازن في الحاله دي مختلف عن التوازن في اي وضعيه تانية. بمعنى ان انا النهارده لما اكون مغلوب 4 من زد واخد 4 من الاهلي, المباراه اللي بعديها انا مش استحاله اكسب, استحاله نفسيا تمام وعلميا وعمليا استحاله اكسب المباراه اللي بعدها تمام, خاصه لما تكون بتلعب فرقه ايكوال او اعلى سنه منك زي فرقه الاتحاد تمام. فراح مباراه الاتحاد غيرت 5 تغييرات مظبوط, لعب بسيستم مختلف, عايز يدافع بس مش عايز يجي فيه اهداف كتيره تمام. مش مهم اكسب المباراه بالنسبه لي, لان المكسب مش هيقدم بالنسبه له على اخر, لكن المهم بالنسبه لي ان انا احافظ على الشباك بتاعتي نظيفه او بعافيه ممكن تخش فيها هدف تمام. فده كل الفكر اللي اشتغل عليه عبد الحميد بسيوم مباراه الاتحاد السكندري. هو مش عايز حاجه من المباراه غير ان هو ايه, يشيل الاثر السلبي بتاع 8 اهداف في مباراتين تمام, في المباراه الثالثه اللي بعديها مع فريق ممكن يكون ايكوال او اعلى منه في التصنيف او في الترتيب شويه. فاشتغل في مباراه الاتحاد انه يدافع كويس قوي 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 قوي, ممكن يلعب على هجمه مرتده, يشتغل مثلا على كره ثابته, كره مثلا شوطه كروس بيتعمل ويسجل منه هدف, لكن الاحرى والافضل بالنسبه انه يعمل ايه, انه يقفل كويس فيحافظ على شباكه نظيفه, فبالتالي يمحو اثر النتيجه او النتائج السلبيه اللي حصلته في المباراه اللي قبل كده. هنا بس في مباراه الاتحاد الفرق ما بين لعيبه الاتحاد ولعيبه الاهلي الفروقات الفرديه, ودي اللي هتحكم مباراه النهارده كابتن, ودي اللي ممكن تكون فاصل مهم جدا في ماتش النهارده, الفروق الفرديه ما بين لعيبه الاتحاد ولعيبه النادي الاهلي. يعني ايه الفروق الفرديه؟ استخدام الذكاء في الملعب والمهارات هو اللي هيفرق معاك النهارده تمام. لعيبه الاتحاد لعيبه عندها سرعه, بتقاتل, بتلعب الكرات العرضيه بشكل جيد, لكنه عبد الحميد قدر يعمل تمركز جيد ويعمل يعني انتشار دفاعي جيد اثناء الجيم. النهارده هو اعتقد انه هيشتغل بالشكل ده. كابتن عادل بيتكلم عن التوازن, انا بقول له لا, هو هيبقى اقل من التوازن سنه, وجهه نظر تمام. هو ممكن يلعب جيم دفاعي بحت تمام, يعني هيقفل كويس قوي 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 تمام, بحيث الثغرات اللي كانت موجوده اللي قدرت تشتغل عليها المباراه اللي فاتت ما تبقاش موجوده النهارده. عبد الحميد بسيوني يدخل مباراه الاهلي المباراه اللي فاتت عايز يبقى ند للنادي الاهلي, بمعنى انا مش فارق معايا النتيجه سواء كسبت او خسرت, عايز اعمل جيم حلو. فالجيم اتسرق بدري بدري منه, الاهلي سجل هدف في الثاني في الثالث, المباراه راحت في حته ثانيه مختلفه خالص, كان ممكن تخلص 5 6 6 اهداف على الاقل لصالح النادي الاهلي. ده نتيجه ان هو عمل ايه, نتيجه ان هو كان عايز يعمل شو تايم في الماتش ده, يقول لك انا بلعب الاهلي ابين قدراتي وامكانياتي كفرقه وقدراتي وامكانياتي كعبد الحميد بسيوني كمدير فني. لكن الامر مع فرقه بتلعب على طول الدوري عام, والمباراه بالنسبه لها بتبقى مباراه فاصله, والماتش بالنسبه له بياخده كمباراه كؤوس مع فرقه زي النادي الاهلي في الاونه الاخيره, الامر بيبقى في منتهى الصعوبه. الكلام ده يتماشى في الدور الاول تمام. ممكن العب جيم رايح جاي معاك وابقى انا قلقان شويه وانت قلقان شويه, لكن انا هنا انا بلعب جيم
انا بدور على الثلاث نقط باي طريقه النادي الاهلي، لانه عنده سباق، عنده سباق دوري عام، كل ثلاث نقط هو محتاجهم بشكل رهيب، فهتلعب على الفوز، مفيش بديل تاني، مفيش بديل، ان مفيش اصلا احتماليه ان انا ادخل الماتش بعد تلت ساعه، أيوة. ما عندكش الاحتماليه دي، تمام؟ ما عندكش الاحتماليه انك لسه هتعمل تيست للعيبه اللي موجوده قدام، انت مذاكر وحافظ وداخل وعارف هتشتغل ازاي من اول دقيقه في الماتش، عشان كده دايما الماتشات اللي فاتت كلها، تمام؟ كولر بيشتغل ايه؟ بيشتغل دفاع متقدم وهاي بريشر، تمام؟ وكونستنت بريشر من اول الجيم، تمام؟ دفاع ضغط عالي ودفاع مستمر وهجوم عالي، تمام؟ وضغط مستمر من اول المباراه عشان يقدر ان هو يخلص الجيم او يقتل الجيم بدري، وده اللي حصل في المباراه اللي فاتت دي كلها مع فرقه النادي الاهلي. النهارده ممكن يجتذبك شويه عبد الحميد بسيوني للحته الدفاعيه فيقفل الجيم، تمام؟ تفرق معاك لو كره ثابته سجلتها، تفرق معاك لو شوطه سجلتها، لكن النهارده مطلوب من لعيبه الاطراف ان هم يستغلوا المهارات الفرديه اللي موجوده عندهم، لان ده ممكن يكون احد الحلول المهمه جدا 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 لفرقه النادي الاهلي. عبد القادر وطاهر محمد طاهر ووسام، تمام، وامام عاشور، طبعا الاربعه دول عليهم عوامل او ليهم ادوار مهمه جدا جدا في النهارده في مكسب النادي الاهلي، بالاضافه الى الكرات الثابته. فاتمنى ان شاء الله نشوف المهارات الفرديه بتاعت لعيبه النادي الاهلي بتاعت الوينجرز بتاعهم، تمام، نشوف اختراقات، نشوف فرق سرعات، نشوف المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه، نقدر نسجل اهداف. ولو سجلنا النهارده بدري زي المباراه اللي فاتت، اعتقد المباراه ممكن برضو تتحول لسكور كبير زي الماتش ده باذن الله. نروح نشوف تقرير عن مباراه اليوم ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كابتن شريف. نبص لتشكيل النادي الاهلي النهارده وتغيير في خط الظهر بتواجد ياسر ابراهيم مكان رامي ربيعة، وتواجد مصطفى شوبير مكان محمد الشناوي، ده ورجوع امام عاشور. لا ده نص الملعب، خلينا احنا في خط الظهر تاني. هتديني انا خط؟ أيوة. هو انت ايه؟ طب خد مصطفى الشناوي صحيح، كل مره هو خط الظهر ولا خط النص؟ انا مش فاهم. انا تاخد خط الهجوم واتكلم عامه، مش بنبدا. انا هاخد لا ازاي يعني؟ لا طبعا، اشمعنى ليه؟ ليه عشان هو بيمهد لنفسه، عاوز يتكلم عن ايوه انا عارف. بص يا انا هاخد اللي اخده وهديهم الباقي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. عايز ايه بقى دلوقتي انت؟ وجود ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، ده الشكل الاساسي اللي كنا طب نروح لزميلنا كريم احمد بعد اذنك كابتن، لان حصل حاجه في الملعب فنستفسر منه عن اللي حصل في الملعب. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، بجد التحيه ليك ولكل مشاهدينا ونجوم استوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما بنقول، ايه اللي حصل عندك في الملعب يا كريم عن مباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش؟ هبدا معاك في البدايه. الحقيقه يمكن محمد هاني يعني سقط كده في اثناء الاحماء، لكن تدخل الجهاز الطبي السريع يعني حاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله. طمنا هاني يكون متواجد في التشكيل، هو التشكيل اعلن، يمكن هاني متواجد ان شاء الله يكون متواجد بكل الجديه. حماس كالعاده طبعا باين من خلال حتى طريقه الاحماء ومن خلال لعيبه النادي الاهلي، الكل عنده رغبه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله تكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي. الطقس الحقيقه في هذا التوقيت ابتدت الحراره يعني تنزل شويه كده، الجو ابتدى يكون جو كروي بمشيئه الله، لان درجه الحراره والشمس كانت قاسيه الحقيقه من ساعتين تماما. حضور الجماهيري رغم قله العدد، لكن ان شاء الله باذن الله يكون ليهم دور النهارده في هذه المباراه. الاجواء كلها طيبه جدا، يمكن بس هي الامر الخاص بمحمد هاني. طب نطمن منك بس على هاني كامل جاهز بعد اذنك يا كريم. هاني كويس. نطمن على هاني، هو هاني لما وقع هاني وقع لوحده يعني، ولا كانوا بيلعبوا كوره، ولا كانوا بيعملوا ايه بالظبط في التسخين؟ في المربعات اللي هي بتسبق يعني خلاص المرحله الاخيره من الاحماء يعني بالحماس كده بتدخل الكره كده سريع، لكن الامور الحمد لله بالنسبه لهاني طيبه جدا، وان شاء الله يقود المباراه ويكون كابتن فريق النادي الاهلي في هذه المباراه كالعاده، ويتالق كعاده محمد هاني مع كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كلمني عن التواجد الجماهيري برضو بعد اذنك. يمكن زي ما بقول لك كابتن ايمن، العدد مش كبير شويه، طقس بناكد عليه كل مره، لكن ان شاء الله باذن الله يكون ليهم دور في التشجيع وفي تحفيز مباراه مهمه جدا. يمكن جمهور النادي الاهلي تواجد من اكثر من ثلاث ساعات مع انطلاق المباراه، بنامل كمان يكون في عدد زياده شويه عن هذا العدد، لكن ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير وتقدر تحقق ثلاث نقاط النهارده كابتن. باذن الله رب العالمين. لينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله يا كريم، شكرا جزيلا. طيب اتفضل يا كابتن شريف. هنتكلم على محمد هاني بقى ولا لا؟ ما هو انا كنت فاكر ان هو وقع من نفسه في التسخين، بس هو فهمنا طبعا. نرجع بسرعه كده، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم هم كانوا الشكل الاساسي
رامي ربيعه قصدك؟ لا قبل ربيعه. قبل رامي كان ربيعه عنده اصابات خدت بالك وكان تمام. لما حصلت اصابه لياسر وقعد بتاع شهرين ثلاثه كان في حاله مسؤوليه كبيره جدا على رامي ربيعه وصلت بيه لمنتخب مصر. تمام. المكان ده بنحظى بيه بثلاث لعيبه الحقيقه على مستوى عالي جدا، الدخول والخروج في التدوير او في مكانه كل لاعب وتقييمه الحقيقه بتبقى متساويه تماما بنفس الشكل. ده عنده البدني وده عنده الايقاع الهادي وده عنده الزياده العدديه لنص الملعب وده عنده كوره وده بيعمل لونج باس كويس. الثلاثه دول الحقيقه على ممر السنوات مش السنه اللي فاتت بس او السنه دي كان عندهم شكل متنوع جدا وخبرات بتزيد يوم عن يوم خاصه بالبطولات اللي بيحرزها النادي الاهلي والميداليات. فموقع اي واحد فيهم في المكانه دي مفيش اي مشكله خالص بالنسبه للجهاز الفني او بالنسبه لنا احنا، غير انك انت تبقى في الملعب بتادي الاداء السهل جدا بتاعك وبتبقى في الحاله البدنيه اللي تسمح لك انك انت تبقى موجود. زي ما احنا شايفين على الصوره كده محمد هاني، انا عن نفسي لو في حد ايمن اشتكى من اي حاجه قبل المباراه لازم يحصل عمليه احلال وتبديل، لان احنا مش في وقت اخسر لاعب في هذا الوقت لمده طويله. أيوة. يعني انا كدكتور او كمدير فني اصر ان ما يبقاش حد في الملعب الا السليم 100%. تمام. فبالتوفيق النهارده ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا اسامه اكلمك على حاجه تانية غير خط النص، اكلمك عن تواجد طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر من البدايه، وطبعا تواجد على حساب حسين الشحات المتالق هذه الفتره. هل مستر كولر بيفكر في بعض المراكز للمباراه الجايه؟ حسين الشحات اكيد هيبقى موجود في الماتش الجاي، بس هو مش السبب كده، احنا قلنا انه هو عامه مش عشان ماتش بيراميدز، هو متبع سياسه التدوير لان الماتشات كل يومين ثلاثه، فطبيعه الحال ان الحمل يتوزع على معظم اللاعبين الموجودين في القائمه. فحسين الشحات طبعا ما فيش شك انه واحد من اهم اللعيبه في خط هجوم النادي الاهلي، صانع العاب، راجل بيعرف يجيب جون، عنده حيويه حتى في الدفاع بيرجع يدافع كويس، فهو من اللعيبه المهمين في فرقه النادي الاهلي، وانا اعتقد انه في الماتش الجاي هيكون موجود يعني كبدايه يعني، والنهارده ممكن نشوفه في جزء من اللقاء. بالنسبه لطاهر واحمد عبد القادر ما كانوش بيلعبوا لفتره طويله، يمكن طاهر كان بينزل كاحتياط يعني كبديل ماتشات كتيره. الماتش الاخير اللي هو قبل الاخير اللي هو عمل ماتش كويس، ويمكن احنا ادينا له نجم اللقاء في المباراه ديت، وكان غاي الماتش اللي فات هو واكرم توفيق، فعودته يعني عادي انه يرجعه تاني يلعب. هيبقى واخد الجنب اليمين مع هاني ومع اكرم توفيق. بالنسبه للناحيه التانيه احمد عبد القادر شفناه الماتش اللي فات بدأ، واحمد الفتره الاخيره تحس انه عايز يعمل حاجه. صحيح الماتش اللي فات ضيع فرص كتير، راح على الجون كتير بس ضيع فرص كتير ما كانش فيها تركيز، لكن عامل خطوره وعامل نشاط وحيويه في الجبهه الشمال، فاعتقد انه مفروض يستمر على كده، بس يركز شويه لما بيروح على الجون، يركز انه يعني يبقى دقه في الانهاء الهجمه، لانه استغلال الفرص هتبقى من الحاجات اللي هتسهل لنا الماتش كتير قوي. يعني احنا الماتش الاولاني بتاع اربعه من اكتر الحاجات اللي سهلت لنا الماتش الثلاث فرص، استغلال الفرص 3-0 الشوط الاولاني، خلاص الماتش انتهى. فنتمنى له التوفيق وربنا يسهل ويعملوا ماتش كويس الاثنين ان شاء الله. كابتن عادل، عودة أكرم توفيق بجانب مروان عطية وإمام عاشور، خلينا أكلمك على تواجد مروان عطية وأكرم توفيق أمام طلاع الجيش اللي أنت كنت مستحوذ منه على وسط الملعب، كانت كل السيطرة والهيمنة ليك. تواجد أسباب تواجد مروان عطية وأكرم توفيق في نص الملعب النهارده، وجهة نظر مستر كولر. أول حاجة عشان محمد هاني. عشان محمد هاني؟ يعني أكرم توفيق عشان محمد هاني.
عشان يهاجم كويس. انت عندك مشكله لما بتيجي تلعب باتنين ديفندرات بس في وسط الملعب، بيبقى الطرفين عندك واحد بس اللي بيهاجم. تمام. اكيد لما واحد يهاجم واحد يخش لجوه. تمام. الطرف الاخر يخش لجوه. لكن لما يكون في ثلاثه عندك مثلا امام عاشور، امام عاشور عنده حريه كامله في الناحيه الهجوميه. تمام صح. ناحيه الشمال. اكرم توفيق يبقى عنده حريه مع محمد هاني. وتبادل مع محمد هاني. ومروح محمد هاني يبقى كتير، يعني محمد هاني يبقى طرف يمين. وليس هيبقى باك. عكس كريم فؤاد. عكس كريم فؤاد، انا بكلمك على نص الملعب. ليه؟ من وجهه نظر مستر كولر حاطط الاثنين الديفندرات شكل واحد. كلنا نتمنى ان ممكن يلعب باثنين، واحد زي قفشه وزي واحد زي امام عاشور مع واحد ديفندر، عشان انت بتتكلم على استحواذك انت على نص الملعب. انا موافق. بس في حاجه مهمه جدا، طول ما انت بتعمل الاثنين بتاع نص الملعب هيزيدوا ويبقوا ضعاف في الحته الدفاعيه، يبقى لازم عندك الطرفين مش هيهاجموا كتير. فانت بتعتمد على الاطراف حتى الناحيه الهجوميه، الناس اللي قدام، عشان يبقى عندهم اريحيه للمروح والرجوع براحتهم. يبقى في اتنين على الاقل في وسط الملعب بيعرفوا يقطعوا كويس. الحاجه الثانيه المهمه، اي فرقه بتلعبك تلت ملعب يا كابتن ايمن لازم تلعب بناس ياخدوا الكره الثانيه عادتها. النادي الاهلي لو خد الكره الثانيه النهارده هتبص تلاقيه في حاله هجوم دائمه. علشان كده ممكن تكون فكره من مستر كولر انه يلعب الاثنين. الحاجه كمان الثالثه، مستر كولر بيجي على اخر السنه بيعملها على طول. لو فاكر السنه اللي هو اللي فاتت في اخر 11 مباراه اللي كسبناهم ورا بعض، كان بيلعب بثلاثه ديفندرات، كان بيلعب اليو ديانج ومروان عطيه، وكان بيلعب حمدي فتحي. حمدي فتحي تمام. ثلاثه بيدافعوا، مهارتهم اللي هي في الحته التكمله بس. يمكن حمدي فتحي كان بيكمل فينيشنج مش بيكمل تحضير. أي. حمدي كان بيروح كراس حربة. أي. ولكن ديانج ومروان عطية كانوا برضو بيدافعوا كويس. عشان كده بقول لك دي فلسفة كولر. فلسفته طول الوقت انه مش عايز يجهد الفرقة. يجهد الفرقة ازاي؟ انه يحافظ على الشباك. عديت انت الاهداف اللي دخلت فينا في اخر مباريات؟ لو بصيت تلاقي يعني في افضل مما الاول. علشان علشان الحته الدفاعيه. المهم في الامر انا ممكن الاعب لعيبه ثلاثه بيدافعوا تمام، بس يقدروا يعملوا التكمله ينفذوا او يبقى التبادل بتاعهم بالناس المهاجمين بيديهم حريه اكتر. كابتن ايمن، هي نسبه وتناسب في الهجوم والدفاع. انت المفروض التيم بيلعب 100% هجوم و100% دفاع صح. انت بتقسمها انت بقى ازاي يا كابتن؟ هيا يا كابتن، انت بتقسمها ال100% دي ازاي؟ ممكن تعمل لعيبه زي اكرم، ممكن اكرم 50-50، مروان عطيه 80-20 تمام، يعكس اكرم امام عاشور 80 هجوم و20 دفاع. بص تلاقي في وسط الملعب الثلاثه يعملوا النسبة واحدة في الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. وكل لما أنا بديك حرية للعيبة اللي هي المهارية اللي قدام، أديهم الحرية إن هم يقدروا يروحوا على الجون براحتهم ويدافعوا أقل شوية، يكون أنت أفضل لك وبالذات في آخر السنة. صحيح. طيب كابتن بلال، لينا أكلمك عن وسام أبو علي. ولو بصينا للقايمه في اخر ماتشات هنلاقي ان وسام ابو علي هو راس الحربه، راس الحربه الوحيد. كويس. تكلمتني الماتش اللي فات على بعض الحاجات وقلت لي راس الحربه اللي هو دوره الاساسي احراز الاهداف داخل ال 18، احيانا لما بيلعب لوحده ويسقط كتير بره ال 18 بتقل خطورته على الجول. حلو. صح. كويس. مظبوط. طيب تواجد وسام ابو علي لوحده النهارده بالكلام اللي انت قلته،
يعني احنا مثلا وهي تهمه ولا لا مش تهمه يعني مثلا احنا بنشوف بعض رؤوس الحربه لا بنشوف بعض رؤوس الحربه بتتحرك بره ال 18 طب وبتكمل في امثله كتير منهم يعني كريم بنزيما مثلا تمام تيري هنري لما كان بيلعب مظبوط حربة لوحده كان بيخرج رونالدو الكبير لما البرازيل لما كان بيلعب كان الظاهره الظاهره امثله يعني امثله كتيره متعدده كويس لما كانت بتلعب راس حربة لوحده كان بتخرج بره ال 18 كتير تمام حلو يعني مش الفكره مش في فكره وانا بخرج عمال على بطال تمام مش في كل كوره عايز اخرج بره ال 18 لا في اوقات محدده تخرج بره ال 18 تمام احيانا راس الحربه بيبقى مفتاح لعب مش تمام. مش البلاي ميكر مش رقم 10 احيانا راس الحربه ده تسعى المان تارجت بيبقى مفتاح لعب للفرقه كويس تمام يعني ايه مفتاح لعب يعني الفرقه لما تتزنق بتدور عليه تمام فبالتالي مش هيبقى طول الوقت متمركز تمام قدام الاثنين سنتر باك مسلم نفسه تمام ومسلم نفسه لا اوقات كتيره جدا بيبقى يخرج تمام يستلم على طرف من اطراف الملعب في الوقت ده دور الجناحين ايه بقى دور الجناحين الدخول واحد يبقى احمد عبد القادر وطارق واحد يبقى راس حربه صريح مان تارجت تمام. يعمل له ريبليسمنت يعني التبديل والثاني يكمل يبقى راس حربه ثاني في ال 18 برضه لان خروج راس الحربه الاساسي المان تارجت بتاعك على طرف من الاطراف ده يخليك ان اللعيب اللي راح مكانه يعني احنا لو هنفترض مثلا ان وسام ابو علي راح ناحيه اليمين يبقى اذا طاهر على طول دايركتلي على طول يخش على طول للقلب يبقى راس الحربه ويكمل احمد عبد الله يبقى راس الحربه الثاني تمام لان هو هيعمل ايه وسام لما يخرج الناحيه دي يا اما هيرقص ويلعب كره عرضيه يا اما هيرقص ويعمل دبل باس يا اما هيلعب كروس باس هما ثلاث حاجات مش ما بيخرجش ورا تحت عشان يستلم ويرجع كره لورا تمام والا يبقى راس حربه بليء بلغه كره القدم بس يعني. مهاره راس الحربه دائما في انهاء الهجمه بتبقى افضل احيانا من الجناحين اللي بيكملوا ويدخلوا جوه 18 في ظل الطرق دي بتعتمد على المهارات الفرديه بتاعه اللعيبه الثانيه يعني انا النهارده ممكن اقول لك مثلا انا في لعيب يعني عبد الله ما بعرفش العب دماغه حلو فلما يتعمل الكروس باس هتبقى الدنيا صعبه جدا فاهم انا بتكلم في ايه فممكن صح انت بتتكلم في الحته دي كلام مظبوط ان اللي هيخلص الكوره تمام او اللي هيفنش الكوره او اللي هيلعب الكوره الاخير ممكن مهاراته ما تسمحلوش في الحته دي فبالتالي يبقى المدير الفني يقول لك ايه يجي الوسام يقول له بص انا الاثنين اللي عندي بيلعبوا على طرف الملعب مش افضل حاجه ان هم يكملوا جوه ال 18 فخروجك بره ال 18 خليه بحساب شويه بالظبط تمام ده ممكن يتم وخد بالك مش اي راس حرب يلعب على طرف الملعب ده لازم يكون عنده سرعه لازم يكون عنده مهاره ولازم يكون بيلعب برجليه الاثنين ولازم يعرف يعمل كروس باس كويس جدا يعني في لعيبه كابتن بلال عايز افكركم بجول احمد نبيل كوكا واتاخر كان متهيألي كهربا اللي نزل وراح حسين الشحات مكمل راح عملها له ثرو باس في الكلمه اللي انتوا بتقولوا امكانيات لاعب خط الوسط اللي هو زي بلاي ميكر زي قفشه او احمد نبيل كوكا لما شاف الشكل ده فاكر وراح لعبها له دخل حسين الشحات هل ده بتبقى باي نيتشر للاعب نفسه ولا ده بيبقى متفق عليه من الشكل الفني لابد ان الاثنين دول يجتمعوا في بعض يعني لازم ادام انا بلاعب فرق عندي بلال 8 بيقعدوا ورا لازم عندي حلول زي اللي انت بتقول عليه انا لو يعني لاقي الدنيا مش زحمه فبنزل عشان اطلب لازم على طول دايركت من نفسي انا كجناح اكون انا سنتر فرود على طول لان انا كمان بعيد الكره ناحيه اليمين وانا هنا مش هفضل مستني انا التعليقه انما لما الاقي حاجه بتعمل كده يبقى دخلت لجوه راحت ملعوبه لحسين الشحات راح جايب جول طب ودي احد الحلول خد بالك في حياتنا كلها خد بالك شفنا الكلام ده على فكره انت مش خد بالك انت ممكن تبقى انت المان تارجت او رقم 9 او الاسترايكر الصريح بالنسبه للمدير الفني كش بتعرف تعرف تلعب بدماغك على فكره وارده جدا هو سيرجيو اجويرو هو كان بيعرف يلعب دماغه لا خالص بس تحركاته في ال 18 كان فيها ذكاء رهيب تمام يعتمد على السرعه يعتمد على المهاره التصويب عايز يحرك ماريو وبيبيتو وروماريو كمان ما كانش بيلعب كل دول ما كانوش يعني في راسه حربه كتير فما بتعرفش تلعب بدماغك بس بيخلق لنفسه المساحه والفرصه انه يستغل المهارات بتاعته اللي عنده تمام وخد بالك حتى في الكرات العرضيه ما يحطش نفسه مع واحد احتكاك ليه خلاص هو عارف ان الكره صعبه لكن يخلق لنفسه المكان اللي يقدر لو الكره اتلعبت له بالظبط يقدر يلعب دماغه سهله وبسيطه جدا تمام. هو معلش انا اسف يا كابتن ما انت كنت من اميز الناس تلعب بدماغك هل انت النهارده مثلا كنت قوي وعنيف وطويل لا طب لكن كنت بتروح في المكان اللي فيه تقدر تحط الكره وانت مستريح تتحرك التحرك اللي تجبر
خد بالك الرايت وينج او الليفت وينج انه يلعبها لك في حته تمام تجيد انت اللعب فيها او تقدر تلعب فيها وانت تقدر تلعب الكره وانت مستريح في الحته دي. فالنهارده خد بالك مميزات راس الحربه اللي يخرج على طرف الملعب اولا لازم يكون مهاري، بيعرف يلعب رجل الاثنين، يعني يعرف يلعب كروس باليمين يلعب يلعب كروس بالشمال الاثنين تمام، لازم يعرف يلعب الدبل باس مع زمايله كورة. لازم يكون عنده رؤيه كمان في الملعب شخصيه يشوف، ولازم كمان يبقى كنترول حلو على الكوره، بيعرف يعمل دريبل بالكوره، مش اي لعيب يخرج بره والا يبقى خروجه ملوش قيمه وملوش معنى، بالعكس يبقى خروجه غير مؤثر على الاطلاق. وخروجه يعني وخروجه برده يا كابتن بلال مرتبط كمان بالاثنين لعيبه اللي جنبه طبيعي ملف. خد بالك دي بتبقى تدريب برده يا كابتن ايمن، يعني انت النهارده زمان احنا كنا نعمل ايه؟ طب لو الدنيا اتزحمت تعمل ايه؟ يبقى راس الحربه بيخش يكمل الرايت وينج او ليفت وينج هو اللي يخش راس الحربه، تستلم انت وانت بتجري وفي مساحه تقدر تشتغل واحد على واحد، تقدر تعمل كروس، تقدر تسبق، تقدر تخش جوه الملعب تعمل دبل باس. يعني دي برده لازم يبقى فيها يعني تواصل مع اللعيبه اللي معاك، مش معقول انا اروح على طرف ملعب ويفضل الوينج واقف هو كمان. هي الجمله دي على طول حسين الشحات وبيرسي تاو لو تفتكر يمكن اكتر اتنين كان واضح جدا في التدريب ان ما بينزل راس الحربه سواء كهربا او اي حد تلاقيه بيخش راس حربه وتتلعب له من ورا من رامي ربيعه من كوكا من امام من عمرو السليمي اتعمل بتاع 7-8 مرات كتير يعني اتعمل. طيب كابتن شريف بدايه النادي الاهلي النهارده زي ما انت شفت واتكلمت عن المباراه اللي فاتت واضح ان احنا البريس العالي اللي هو بتضغط عندك والرغبه بتاعه اللعيبه كلها والتحركات بتاعتهم اللي هي تحركات اهداف، يعني مش تحركات ان انا عايز استلم وافكر يا اسامه لسه انا هطلع الباك ولا لازم الباك ليفت ده بيبقى بيطلع لي دايركت والباك رايت بيطلع لي دايركت وعاملين مساحات وضغط مروان عطيه ده واقف لاي كره ساطه على طول بنفضل باس 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 لغايه ما تحرز الهدف تبقى الدنيا ماشيه ان شاء الله. عبد الحميد بسيوني كابتن اسامه يبدا النهارده. عبد الحميد بسيوني غالبا بعد الهزايم والنتائج السلبيه من زد 4 من الاهلي 4 هو يمكن يتعادل الماتش الاخير مع الاتحاد، بس اعتقد انه هيبقى متحفز كتير قوي النهارده، هيحاول ما يخشش فيه جون على قد ما يقدر بدري، لو ما قدرش طبعا طول المباراه يبقى بالنسبه له هو يبقى مكسب، وهيلعب على هجمات مرتده لجودوين شيكا لعبد الرحمن شيكا اسلام محمد ممكن يكمل فيهم بواحده ناحيه الشمال، احمد متعب احيانا بيكمل برده ناحيه اليمين زولا، لكن الاساس انه هيتحفظ ويحاول ما يجيش فيه جون على قد ما يقدر باذن الله. كابتن عادل سريعا مواجهه بين كولر وعبد الحميد بسوني، ازاي مستر كولر يكرر سيناريو المكسب بتاع الماتش اللي فات؟ اللاعبين التهديف في الاول اول فرصه تيجي جون هتبص تلاقي فك البلان بي عبد الحميد بسوني يبقى صعب عليه قوي، كل ما بيطول المده بصالح عبد الحميد بسوني اللي بيدافع كل ما بيطول المده عليه كل ما بيقوى اكتر، اما لما بيدخل فيه هدف مبكر زي الاهداف يعني كل اي ماتش شفت النادي الاهلي فيه جاب هدف واثنين الشوط الاولاني وطلع معظم الماتشات دي بتطلع 3-4 لانه بيعملوا البلان بي ما بيقدروش فالنادي الاهلي بيزود، فانا افتكر انه لو النادي الاهلي احرز هدف في البدايه هتبقى نتيجه كويسه وكبيره للنادي الاهلي. كابتن بلال السيناريو المتوقع الشوط الاول الطبيعي بتاع النادي الاهلي، الطبيعي بتاع النادي الاهلي في الشوط الاول لابد من الهاي بريشر رقم واحد، الكره الثانيه رقم اثنين استحواذ عليها كويس. تفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. كابتن عادل قال نقطه مهمه جدا الدور الهجومي للاطراف النهارده خصوصا الظهرين، هو قال ان الشغل اكتره النهارده هيكون عن طريق محمد هاني. خد بالك اتكلم شغل هجومي انا شايف من وجهه نظري انه هيقفل الطرفين النهارده عبد الحميد بس هيقفل الجيم النهارده على لعيبه النادي الاهلي، فانا شايف النهارده هم عندهم مشكله كبيره جدا في قلب الملعب، عندهم مشكله في الاثنين ستر باكس في الوقوف بتاعهم في التمركز بتاعهم في الرقابه بتاعتهم، ممكن نقدر نضربهم من نص الملعب بشكل كويس لو قدرنا ان احنا نستغل امكانيات ومهارات عاشور مع وسام التعامل ودخول حتى الشحات كمان لقلب الملعب ممكن نقدر نضربهم من الحته دي، لانهم عندهم مشكله في الحته دي وعندهم كمان مشكله في حارس المرمى، فدي نقطتين مهمين جدا يقدر الاهلي يشتغل عليها بشكل كويس، ولو اشتغلنا بشكل كويس هنقدر نسجل اهداف ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لحسم الامور مبكرا. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظروا.